يا صباح الخير والتفاؤل على حضراتكم مشاهدي 8 الصبح من الآن وحتى العاشرة معاكم بكل الجديد اللي انتوا عايزين تعرفوه معانا لمدة ساعتين على الهواء مباشرة. خليكم معانا وهتلاقوا كل الجديد النهاردة عندنا برضو قدر وافر جدا من الرياضة. هنتكلم على مؤتمر الحكام امبارح بتاع بيريرا، بقالنا فترة كتيرة جدا جدا بنوجه نداءات لجنة حكام، عايزين نسمع منكم، عايزين نشوف آرائكم، عايزين نسمع ردود على كل الانتقادات اللي احنا بنسمعها. ها نتابع ده من خلال مداخلة هاتفية مع كابتن محمد صلاح عبد الفتاح، بالإضافة لحديث طبعا دلوقتي الشغل الشاغل للوسط الرياضي في المقام الأول هو لقاء الأهلي والوداد أو الوداد والأهلي في إياب النهائي الإفريقي يوم الأحد القادم. عندنا كمان نهائي الشامبيونز ليج ما حدش بيتكلم عليه في ظل كمان مواتيرة الماركاتو عالية جدا، يعني الانتقالات اللي احنا شايفينها دلوقتي ميسي وبنزيما واللعيبة كلها اللي احنا شايفينهم، ولكن دول الأكثر الصفقات اللي هي نالت عدد كبير أو قدر وافر جدا من الجدل. هنتابع كل ده مع حضراتكم، بالإضافة بقى لبعض الدراسات الحديثة هنتوقف عندها النهاردة. ما تتفاجئوش طبعا، بيبقى في بعض مفاجآت كده خلال رصدنا لبعض الأخبار أو بعض الدراسات، ولكن احنا دايما بنحب ان احنا نتابع ده مع المتخصصين. ولكن في البداية كده قبل ما نبتدي انطلاق حلقتنا الفعلية بمتابعة أحوال الطقس والمرور، دايما بنحب ان احنا نبتدي حلقتنا بمعلومة او نصيحة. النهاردة جايبة لكم معلومة خاصة بإدارة الوقت من كتاب براين تريسي، وهو احد الملهمين والمتحدثين عن إدارة الذات، وهو من الناس اللي قدرت ان هي تبني نفسها بنفسها زي ما احنا بنقول كده سيلف ميد مان. ولكن تخيلوا ده تسرب من التعليم وهو في سن صغير، وبعد كده قدر ان هو يكون مدير تنفيذي لثلاث شركات. براين تريسي له العديد والعديد من المؤلفات في اطار اداره الوقت واداره الذات وتطوير الذات، ولكن من اهم هذه الكتب كتاب ايت ذا فروج. ايت ذا فروج ده هو ادى زي كده سيجنيفيكانس او رمزيه للمهام اللي موجوده عندنا في حياتنا، المهام اليوميه، وقال انه اصعب مهام هو سماه الفروج او اسمه ايه يا جماعه؟ الضفدع. فأكل الضفدعة هو ده فكرة ان انت تلتهم المهمة الاكبر عندك في اليوم بتاعك او في السكادجول اليومي بتاعك، هو ده اللي هو شافه بالنسبة لنا هو الحل الذهبي في اي يوم، ونبعد تماما عن المماطلة والتسويف. وقال ان في ناس كتير بتدمن التسويف والمماطلة، بتفضل تأجل في الحاجة المهمة لاخر اليوم، وبعدين بتفاجأ ان طاقتها استنفذت وتحس ان هي مش قادره ان هي تعمل اللي عليها. وفي اطار اليوم بقى بتلاقي الحاجات المشتتات الكتير اللي بتستنزف طاقتك، من ضمنها طبعا السوشيال ميديا، التليفونات، المشاغل اليوميه العاديه. هو قال لك لا، ركز على الحاجه اللي هي الاهم، وقال لك لو انت عندك حاجه مهمه دي هتبقى هي اللي سماها الضفدع او ادالها رمزيه بقى الضفدع. قال لك لو انت عندك مهمتين كل الضفدعين، فدول تنتهي منهم كأولوية بالنسبة لك، وده بيتطلب في المقام الأول ان انت تحدد أهدافك اليومية وتحدد أولوياتك. تنتهي لو هي مهمة واحدة او مهمتين دول اللي هما الأصعب والأكثر أهمية واللي ليهم الأهمية، تنتهي منه أول حاجة عشان تبقى بطاقتك وبكامل تركيزك، وبعدين تبتدي تفكر بقى في الأشياء الأخرى. وقال إن من ضمن الحاجات اللي إحنا لابد إن إحنا نتجنبها أول حاجة طبعا المماطلة، تاني حاجة إن إحنا نفضل نسوف في المهام الصغيرة اللي بتفضل عاملة زي حاجة بتزن كده على ودانك، فتفضل تؤرقك على مدار اليوم أنا ما عملتش حاجة. حتى وإنت بتعمل المهام الكبيرة تفضل حاجة تزن على ودانك إن أنا ما عملتش الحاجة دي، ما عملتش الحاجة دي. فقال لك دي على طول تخلص منها وتحاول ان انت تنتهي منها عشان تنتهي من فكرة التأريق او جلد الذات اللي انت ممكن تتابعه على مدار اليوم. وقال لك عشان تحدد هدفك هيساعدك في الموضوع ده حاجة اسمها التركيز على التأثير. ايه اللي اكثر تأثيرا في حياتك او الاكثر تأثيرا في اهدافك؟ انت بتقدر ان انت تحدد هدفك من خلال ان انت تسأل السؤال ده، ايه الاكثر تأثيرا وايه انا عايز اوصل له في اليوم، من خلال ان انا بعمل السكادجول او الروتين اليومي بتاعي واحدد اهدافي من خلالها. فكرة كمان ان انا ابتعد عن الكمالية. اوقات ناس بتأخر نفسها ان هي تفضل هي عايز تبقى perfectionist في كل حاجة، فتفضل ان هي لا انا اعيد المهمة تاني، ويفضل بقى جلد الذات برضو شغال معها، اعيد المهمة تاني عشان ما عملتهاش كويس. فهنا برضو دي مماطلة وتسويف وتأخير، حاجة بتشدك لورا وانت مش عارف ايه هي. حاول برضو ان انت تتخلص من كل هذه الحاجات. الحاجات دي طبعا في كتب كتير
هو قدر ان هو يتناولها على طبعا فترات طويلة، وقدر ان هو يشرحها بالتفصيل، ولكن فعلا في كتاب Eat the Frog هو تناول 21 طريقة تقدر من خلالها ان انت تدير وقتك. وانا حبيت النهاردة ان انا اجيب لكم هذا الكتاب، لان في ناس كتير بعتت لي ان بقالي كتير ما عملتلناش بوك ريكومنديشن، فحبيت ان انا ابتدي معاكم النهاردة بهذا الكتاب، كتاب في إدارة الوقت من افضل الطرق لإدارة الوقت، هي فعلا Eat the Frog. ومن ضمن الحاجات اللي انت ممكن تستغرب لها انه فكرة الفراج اصلا او الضفدعة هتلاقيها في مجالات كتير، هتلاقيها في مجال مثلا زي التسويق، في اطار مثلا منافسه بين الشركات، فالقفزه اللي هم بيعملوها في اطار التسويق وان انت تقدر ازاي ان انت تسوق لنفسك بسرعه، دي برضو ليها استراتيجيه خاصه بقفزه الضفدعه. الضفدعه برضو مستخدمه في اطار التنميه بالنسبه للدول، قال لك ان انت استراتيجيه الضفدع في الماء الساخن دي بيحذروا الدول ان هي تنتهجها. ليه؟ قال لك الضفدع بيبقى في، لو انت حطيته في ميه ساخنه بيعمل قفزه الضفدع بينط منها، لكن لو انت حطيته في ميه بارده وابتديت تسخن الميه عليه فبيحصل انسجام مع التلاؤم، وفي الاخر بيحصل موت مفاجئ. فهنا بقى فكره التحذير ان انت لازم يبقى فيه على طول محاسبه مستمره، ولا تركن الى ان انت الامور ماشيه، الامور ماشيه دي اللي بتاخر الدول. صباحكم زي الفل، حبيت ان انا كده اجمل لكم بعض النظريات عن الضفدع. نهاركم جميل ان شاء الله، ولونه اخضر زي الضفدع ان شاء الله. نكمل معاكم حتى العشرة. النهارده في 8 الصبح هنتعرف على حاله الطقس والمرور واسعار السلع في الفقرة الخدمية. أحدث وأهم الأخبار المحلية والدولية هنتناولها من كل الزوايا. أخبار محافظات مصر فأحسن ناس. الفنانة زيزي البدراوي فأنا المصري. وهنستقبل الفايزين بجائزة المبدع الصغير، وهنتعرف منهم على أسباب فوزهم بالجائزة. وقراءة تحليلية لمباريات الدوري المصري والبطولة الأفريقية في 8 الصبح سبورت. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، معاكم على الهواء مباشره مره تانية. بنرجع ونبتدي اخر الاخبار، وبدايتنا برصد الاحوال الجويه النهارده. حسب بيان هيئه الارصاد الجويه انه بتستمر عدم السكون في درجات الحراره والتقلبات الجويه. نعرف التفاصيل من دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دكتور منار صباح الخيرات. صباح الفل على حضرتك استاذه هبه، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. عايزين نطمن منك النهارده اخبار التقلبات الجويه ايه؟ امبارح كان في بعض التقلبات زي ما حضرتك رصدتي معانا على الهواء مباشره، ولكن عايزين برضو نطمن الموضوع ده مستمر معانا لمده قد ايه؟ هو بالفعل امس كان ذروه التقلبات الجويه ذروه حاله عدم استقرار في الاحوال الجويه، لكن اليوم هيكون في تحسن نسبي عن الامس، يعني امس كان الذروه، النهارده الجو هيتحسن عن امبارح، لكن لسه معانا طبعا ارتفاع في درجات الحراره، نشاط للرياح، امطار، لكن بصوره اقل بكتير من اللي شاهدناها بالامس. بالنسبه لدرجات الحراره هنحس في القاهره الكبرى والمحافظات الساحليه ان هي اقل حده من امس، لان احنا بالامس سجلنا عظمه على القاهره الكبرى 39 درجه مئويه. اليوم متوقع ان شاء الله تكون 36 درجه مئويه، هتظل معاها الاجواء فتره النهار شديده الحراره بالنسبه للقاهره الكبرى والوجه البحري وكمان المناطق الجنوبيه، لان لسه جنوب الصعيد بتوصل ل 45 درجه مئويه فتره النهار. المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط بأجواءها من مائلة للحرارة الحارة، لأنها أيضا هتشهد انخفاض في درجات الحرارة عن أمس. بالنسبة لسرعات الرياح، اليوم مكمل معانا نشاط للرياح، سرعته ما بين 35 إلى 40 كيلومتر على الساعة، لكن مش هيكون مثير للرمال والأتربة في المناطق الشمالية. يعني نشاط رياح فقط يخلينا نحس باعتدال الأجواء نوعا ما عن أمس، لكن الأتربة والرمال المثارة هتبقى موجودة في شمال وجنوب الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر فقط. المناطق القاهرة الكبرى أو الوجه البحري مش هيكون عليها أي أتربة ورمال مثارة. وطبعا مع حركة المنخفض الجوي باتجاه بلاد الشام والمناطق الشرقية بجمهورية مصر العربية، فرص الأمطار هتقل تماما اليوم، وتكون أمطار خفيفة على بعض المناطق من محافظات الوجه البحري، بعض الأماكن من شمال وجنوب الصعيد، بعض المناطق كمان من سواحلنا الشمالية الشرقية، دي أمطار خفيفة، لكن الأمطار الرعدية هتبقى موجودة في سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر، بعض الأماكن من خليج السويس ومدن القناة، وهي أيضا أمطار خفيفة لكنها هتكون أمطار رعدية.
امبارح زي ما حضرتك كنت بتتكلمي معايا الصبح في 8 الصبح كنا بنقول انه هيبقى في سقوط امطار في نفس الوقت في نشاط للرياح الخمسينيه محمله بالرمال والاتربه. بالفعل. فهل الحاله دي مستمره معانا؟ وهنا سؤالي بالتحديد على القاهره الكبرى. لا، القاهره الكبرى الحمد لله، لا خلاص المنخفض الجوي عدى من عليها، هيكون نشاط رياح فقط، مش هيبقى زي امس، يعني مش هيبقى في اتربه ورمال مصارع قبل سقوط الامطار، لان السحب الرعديه دايما بيبقى معاها هبات رياح قويه جدا بتؤدي لاثاره الرمال والاتربه ثم سقوط الامطار مباشره بعد الاتربه والرمال المصارع بتبقى موجوده قبل المطر مباشره. بالنسبه للقاهره الكبرى مش هيكون موجود فيها الكلام ده النهارده خالص، الحمد لله الاجواء هتستقر فيها نوعا ما، ممكن يكون فيها فرص لسقوط الامطار الخفيف الغير مؤثر تماما ان شاء الله على اي اعمال انشطه يوميه. مع فتره المساء ان شاء الله تبدا بقى الكتل الهوائيه الشماليه القادمه من جنوب اوروبا تاثر علينا، فنبدا نحس ان الاجواء اكثر اعتدالا وتحسنا في الاحوال الجويه ان شاء الله. ومع غدا السبت يكون في اعتدال في سرعات الرياح، تتلاشى فرص سقوط الامطار، تنخفض درجات الحراره وتعود لي المعدلات. بس امتى تستقر بقى درجات الحراره معانا ونسب الرطوبه على وجه الخصوص؟ لا، هو نسب الرطوبة هتبدأ تزيد خلال الأيام المقبلة خاصة لما حاسين وصلت على طول بالفعل، وخاصة كمان مؤشر عالي لما تبقى الكتل الهوائية جاية من على البحر المتوسط فبتتحمل بكمية كبيرة من بخار المية، فتدريجي هنبدأ نحس بنسب الرطوبة. يعني دي مش تبع الموجة الخمسينية، يعني الموجة الخمسينية يعني هتذهب وهتبقى لينا نسب الرطوبة مش كده؟ هتبقى لنا نسب الرطوبة، لكن خلينا نقول ان احنا لسه في الربيع، والربيع وارد يتكرر فيه ثاني الموجات الخمسينية وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لأن احنا في ظل التغيرات المناخية احنا مش معتادين أصلاً على الأجواء دي في شهر 6، فوارد تتكرر الحالة الجوية دي حتى انتهاء فصل الربيع حتى 20/6 إن شاء الله. هانت بشكرك يا دكتور منار، شكرا جزيلا. دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. بنتابع معاكم بعض اللقطات كده كنا بنتابعها، الرياح وامبارح شفناها وبس كانت بصراحه اخف وطأة كتير جدا من الاسبوع الماضي شويه، حتى يعني امراض حتى الجيوب الانفيه دايما احنا بنتكلم لانه الواحد برده بيشعر بالموضوع ده بشكل كبير جدا، بيكونوا بيشعروا طبعا بتاذي بسبب الموضوع ده. امبارح كانت أهدى كتير جدا جدا من الأسبوع الماضي الحمد لله، إن شاء الله فصل الربيع يعدي بموجاته الخماسينية على خير إن شاء الله. لكن امبارح كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الخاصة بمرضى الجيوب الأنفية، ودي للحماية من التقلبات الجوية، واللي تضمنت غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات، غسيل اليد أيضا بشكل متكرر، شرب كمية كافية من المياه يوميا، ارتداء الكمامة والملابس المناسبة، تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية اللي بتسبب أبخرة. وهنتابع مع حضراتكم كده دلوقتي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة لليوم. القاهرة النهاردة مسجلة 36-23، وده زي ما احنا بنقول كده متوسطات درجات الحرارة، إذا كان في العاصمة الإدارية 6 أكتوبر، اسكندرية، العالمين الجديدة، فرق درجة أو درجتين تقريبا. السلوم النهاردة مسجلة 25-19، الإسماعيلية النهاردة مسجلة 36-23، من درجات بقى هتلاقوها يعني إيه بتأخذ في العلو. شرم الشيخ النهاردة مسجلة 40 درجة مئوية، الصغرى مسجلة 28، طبعا مسجلة 36 درجة مئوية، ده درجة الحرارة العظمى. غردقة النهاردة أيضا مسجلة 40 درجة مئوية، بقى الصعيد 39، بني سويف، أسيوط مسجلة النهاردة 41 درجة مئوية، الأقصر مسجلة 45 درجة مئوية. وأيضا يعني أنا بحاول إن أنا إيه يعني مع حضراتكم كده وانتم بتشوفوا السلايدز اتوقف عند الاماكن اللي هي فيها اقصى ارتفاعات درجات الحراره، وادي جديد ايضا مسجله 45-30. تعالوا دلوقتي نشوف رصد للاحوال المروريه. النهارده كيوم من ايام العطله الاسبوعيه يوم الجمعه دايما الصبح بتبقى الدنيا رايقه، بنبتدي دايما من اكثر الطرق حيويه، طريق العروبه صلاح سالم، مرورا بقى بكوبري اكتوبر، بنشوف بقى واحنا ماشيين في الطريق رايحين كوبري اكتوبر كده في اتجاه ميدان التحرير بنشوف كمان الطرق المحيطه بتظهر قدامنا معظمها بقى اللون الاخضر، وده مؤشر للسيوله المروريه. ودايما لما بنلاقي الطرق يعني رايقه كده يا جماعه ارجوكم نلتزم بالسرعات المقرره،
لانه يعني بتكون يعني اشرس الحوادث واقصاها، ربنا يحفظ الجميع، بتكون في ايام الروقان المروري. شايفين بعض التكتلات هنا كده عند رمسيس، ولكن دي ممكن تكون اشاره او حاجه، لكن دي لا تؤثر على حركه المرور. شايفين قدامنا الخريطه معظمها بقى اللون الاخضر، وتوصلوا بألف سلامه ان شاء الله. هسيب حضراتكم دلوقتي مع استعراض متوسط اسعار الخضر والفاكهه ومواقيت الصلاه، ونرجع نكمل كلام. فيلراتكو وخليك فاكر مصر جميله، من احلى الفيلرات بصراحه اللي بحب ان انا ابتدي بيها اليوم، ان بحس ان انا باخد جوله سريعه كده في مصر وما احلاها، خاصه بقى في الايام كمان اللي بتبقى رايقه الصبح في الاجازه، وانت تنزل الصبح بدري تتفرج على المعالم كده التاريخيه واللي دايما كده هي موجوده دايما في قلوبنا، حتى لو احنا على مدار اليوم اخذنا ان احنا نشوفها كده ونعدي قدامنا، لان احنا الفنا ان احنا نشوفها بينا كده وتكون متاخمه بالنسبه لنا حتى بين بيوتنا. صباحكم زي الفل ان شاء الله، ومليء بالخير والسعاده واليسر ان شاء الله، وهبتدي معاكم استعراض باقه اخبارنا. هبتدي كالمعتاد باستعراض النشاط الرئاسي. بالامس اعلن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشح مصر لعضويه مجلس الامن والامن الافريقي للفتره 2024 و2026. ترشح مصر لمجلس السلم والامن الافريقي اكد الرئيس خلال كلمته امام القمه 22 لقمه تجمع دول السوق المشتركه للشرق والجنوب الافريقي كوماسا في العاصمه الزامبيه لوساكا، وانه ترشح مصر لعضويه مجلس السلم والامن الافريقي لفتره 2024 2026 جاء ايماما من مصر بمسؤوليتها نحو دعم جهود السلم والامن في القارة الإفريقية. كلمات سيادة الرئيس امبارح لابد ان احنا نتوقف عندها. سيادة الرئيس اشار الى نقاط مهمة جدا، اهمها فكرة طبعا الامن، اهمها فكرة العمل الجاد والتكامل الإفريقي. ها
هنتقل مع حضراتكم إلى خبر آخر، وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا. وصلت الشحنة الأولى من دواء الألبومين البشري واللي تم تصنيعه من البلازما المصرية بمصنع شركة جريفولز بإسبانيا، واللي تم جمعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة جريفولز إيجيبت، بما يساهم في توفير أحد أهم الأدوية الحيوية والرئيسية اللي بتستخدم في الطوارئ والرعاية المركزة والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى. ده بيجي في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية وفقا لأحدث المعايير العالمية في المجالات الطبية والعلاجية، وتنفيذا للاتفاقية التي وقعها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع شركة جريفولز الإسبانية في نوفمبر 2020. ومن المنتظر أن تستقبل مصر دفعة متزايدة من هذه الأدوية، وذلك ارتباطا بمعدلات التبرع بالبلازما وإرسالها إلى إسبانيا للتصنيع وإعادتها لمصر مرة أخرى كأدوية حيوية مشتقة من البلازما. طبعا احنا شفنا مصر قد إيه شغالة على ملف الصحة وملف الأدوية. مصر طبعا بتسعى أن هي تكون هب أو مركز إقليمي لهذا الأمر، سواء اللقاحات سواء الأدوية. ومصر طبعا في الأمر ده حتى إحنا شفناها قد إيه بتمد يد العون لإخوانها على مستوى العالم كله، إذا كان بقى إحنا بنتكلم في العالم الغربي، بنتكلم على أوروبا، كل الدول أو أشقائنا من الأفارقة والعرب. وشفنا ده على مدار حتى في وقت التحديات، في عز التحديات وقت الكورونا، كانت مصر حاضرة وبقوة وتقدم نفسها للعالم كقوة سلام وأمن. هنتقل مع حضراتكم إلى متابعتنا بقى التليفونية، ومن خلال بقى التقنيات بقى التكنولوجية المتعددة سواء زوم أو سكايب، ولكن بدايتنا مع متابعة لدراسة من خلال مداخلة هاتفية. دراسة يمكن حضراتكم تتوقفوا عندها شوية وتستغربوا. هندخل شوية في سلوكيات القطط، واحنا حابين برضو ان احنا نتابع معاكم بعض الموضوعات اللي تبدو خفيفه ولكن هي فيها فكره كبيره جدا، احنا حابين ان احنا نرصدها من خلال هذه المداخله مع دكتور يحيى مدبولي الباحث بمعهد الامصال واللقاحات البيطريه. وهذه الدراسه بتتحدث عن انه الشيء اللذيذ اللي انت بتشوفه في سلوك القطط ده قد يرجع، وحسب الدراسات الاخيره واخرها كانت في يناير من هذا العام، انه ده خلل في دماغ القطط. طبعا احنا ما بنتاثرش بالكلام ده، احنا بنحب القطط وهم عايشين معانا ومونسينا، لكن عايزين نعرف صحه الكلام ده، وهل الانسان اصلا في حقيقه الامر استطاع ان هو يتوصل للغه القطط عشان يقدر ان هو بعد كده يقول ان ده خلل في الدماغ او لا؟ تعالوا نطرح هذه الاسئله على الدكتور يحيى مدبولي الباحث بمعهد الامصال واللقاحات البيطريه. صباح النور يا دكتور يحيى. صباح الخير يا استاذه هبه، عليكي وعلى كل مشاهدينك الكرام. بدايه كده عايز اعرف منك تفاصيل هذه الدراسه. استاذنك بس نعلي الصوت شويه. حاضر من عيني، حاضر، لحظه واحده. اتفضل يا دكتور. بدايه الدراسه دي كانت دراسه اتعملت على اكثر من مرحله، كان هدفها هو الربط بين ازاي نقيم او نوصل لطريقه تقييم من خلال زي سيرفي او كوشنير كده بنعمله مع المربين للقطط، وازاي بيقيموا شخصيات قططهم. ومن خلال التقييم ده نقدر نوصل من خلال العلوم النفسيه وعلوم النفس وعلوم السايكولوجي عموما، هل القطط دي بتعاني من خلل في العقلي ولا لا، من وجهه نظرنا احنا كبني ادمين. ولكن قبل ما نوصل لنتائج الدراسه اللي كانت شيقه جدا وربطت ده كويس قوي، لازم نفهم الاول ونبقى مستوعبين ان تربيه القطط دلوقتي بتمثل جزء كبير من حياه اسر كثيره، والقطط بتمثل جزء كبير من حياتنا وجوه الاسره، بتشاركنا في اكلنا وبتشاركنا في نشاطاتنا اليوميه وبتشاركنا في الاكتيفيتيز العاديه، وبتمثل بالنسبه لنا جزء فن كده في ناس كتير ما تقدرش تستغنى عنه. لازم نعرف شويه حقائق. دكتور يحيى استاذنك بس نتحرك من المكان شويه لان الصوت بالنسبه لي غير واضح. طيب لحظه واحده، انا هتفضل اتفضل يا دكتور.
طيب هنحاول نعود الاتصال مرة أخرى بدكتور يحيى، وإحنا شايفين حتى بعض الصور والفيديوهات حتى الرواد السوشيال ميديا بيحاولوا إن هم كده يتبادلوها مع بعض ويشيروها على السوشيال ميديا، بنشوف يعني إيه الناس متقبلة وحابة، حتى لو في مثلا بعض الخرابيش اللي إحنا بنشوفها ويقول لك ده مثلا إيه الناس سموها، حتى الصفحات اللي هي متخصصة في القطط بيقول لك ده الأرتست، ده الفن بتاع القطط اللي هم بيعملوه على جسم الإنسان، والإنسان بيبقى مستمتع بيها، الا ان احنا برضو يعني عشان كده من بعض الحاجات دي توقفنا عند مثل هذه الدراسات. دكتور يحيى، صوت افضل؟ اتفضل. يا فندم، فبالتالي لازم الاول نفهم شويه حاجات عن القطط وطبيعتها. هي القطط كائنات مضيفه جدا، كائنات لعبيه جدا، كائنات شغوفه، كائنات بتحب اللعب وبتحب الـ 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 العلاقات، بس بمنظور من وجهه نظرها هي مش من وجهه نظرنا احنا. فمهم جدا نكون احنا اوير بده قبل ما نفهم ونبتدي نحلل سلوكياتها ونقول اذا كان عندها خلل او ما عندهاش. فبالتالي الدراسه دي، لو رجعنا لموضوع الدراسه، بنقول ان الدراسه اعتمدت على وضع كويشنير بشكل معين عشان توصل لمدى تقييم التقييم الشخص المربي. يعني هم توصلوا للنتائج دي من خلال تساؤلات مطروحه. من تساؤلات مطروحه، هو ده على ملاك القطط، مش كده؟ على ملاك القطط، على فترات زمنيه مختلفه، على اعداد كبيره، على كرايتيريا مختلفه. وصلوا لشويه نتائج مهمه. معايير مختلفه. وصلوا لشويه نتائج مهمه جدا، اني ربطوا اني كان ابتدوا بحاجه اسمها الكات راي تيست، او الاختبار الثلاثي، معتمد على ثلاث محاور مرتبطه ببعض السمات اللي ليها علاقه بالاختلال العقلي، زي الخوف وزي العصبيه وزي الاجتماعيه بتاعتها. ومن ضمن نتائجها ان هم لا ده كمان طوروا الكات راي ده، سموه الكات راي بلس، زودوا سماتين مهمين جدا اللي هي مدى ود القطه بتاعتي مع الحيوانات الاليفه الاخرى، ومدى ودها معايا كبني ادم مربي ليها، او مع لو بتقابل بني ادم ثاني مختلف ما تعرفوش. هم كمان كانوا بيختبروا فضولها من خلال هذه الدراسه. طبعا، من ضمن الاسئله وتفاعلها مع الاشياء وده كان بيدوها سكور. السكور ده وصلوا لنتيجه ان القطط اللي عندها سكور عالي من الفضول وسكور عالي من الخوف دايما بيلاقوها ليها علاقه كويسه مع صاحبها. بس يا دكتور، احنا في العموم كده، احنا مثلا وحضرتك برضو ممكن تبص على الشاشه كده وانت بتتابعنا، انه ممكن ده نشاط زائد عند القطه، احنا بنعتبرها كده، وممكن نرجعها كمان لعمر القطه، لو هي صغيره ممكن تبقى عندها النشاط ده، وممكن كمان نوع القطه. يعني لو قطه بلدي بنحس ان هي اكثر ذكاء واكثر نشاطا واكثر تفاعلا مع الانسان، غير القط مثلا الرومي او الشيرازي. صحيح، طبعا في عوامل كتير بتاثر على ده، من اهمهم طبعا العمر والنوع، لان طبعا النوع بيختلف عن طبيعه النشاط بتاعهم، طبيعه الهيستوري بتاعها قبل كده، والاكسبيرينس اللي اتعرضت لها او الخبره اللي اتعرضت لها وهي صغيره. ودايما حتى دايما في كده كوت او في مقوله دايما بنقولها، ان الفتره الاولانيه بتاعت اول 8 اسابيع ل 12 اسبوع من عمر القطه، الخبره اللي بتتعرض بيها اذا كان فيها ود او حب او رعايه، دايما بتلاقي ده بيرفلكت او بينعكس دايما على سلوكها مدى حياتها بعد كده. وده دايما بنلاقيه في قطط الشارع اللي اتعرضت لرعايه في الفتره دي. ممكن تلاقي وانت ماشيه في الشارع بتلاقي قطه شارع ودوده جدا معاكي، على عكس الكثير منهم. وزي كده برضو في قطط البيت، لو هي اتعرضت في فترة أولانية في رعايتنا ليها، اتعرضت لأي تجربة سيئة، أي تجربة مؤلمة، دايما ده بيرفلكت على أو بينعكس على سلوكها بعد كده. ممكن نلاقي سلوك عدواني، سلوك مش مفهوم بالنسبة لنا، غالبا بيكون منعكس على فترة من فترات عمرها قضت فيها. يبقى ده تحليل لسيكولوجية القط. طبعا تحليل لتصرفاتها دي، دايما بنرجع للفتره الاولانيه من حياتها. هل كان بس برضو ده هيخليني اسالك السؤال اللي انا طرحته في البدايه بقى، يعني هل احنا توصلنا بالفعل، وهل العلم توصل الى لغه يقينيه نقدر ان احنا نفهمها، يبقى في فعلا تواصل بيننا وبين القطه واحنا نفهم هي بتقول ايه فعلا او بتعبر عن ايه؟ يعني الصور اللي احنا كتير بنشوفها ويقول لك دي مش عارفه ديلها معمول ازاي، والنونوه شكلها ايه، والعواء بتاعها ده معناه ايه، هل الحاجات دي فعلا ان احنا نقدر ان احنا نعتمدها؟
والله هي من خلال خبراتنا وخبرات المربين معاها وخبرات العلماء من خلال دراسات كتيره برضو بنت على سيرفلنس وعلى التجربه والخطا والترايل اند ايرور دايما، فوصلنا لكونكلوجنز كده او مجموعه استنتاجات فيها احتمالات لكل حركه او لكل صوت او لكل اكشن معتادين نشوفه من القطط، نقدر نقول ان ده بيكون احتمالاته واحد او اثنين او ثلاثه. واشهرهم بعض الاصوات الشهيره جدا واللي الناس كتير بتستمتع بيها زي صوت اللي بيسموه الخرخره او الكركره بتاعت القطط. ده صوت مشهور جدا وناس كتير بتقولك ده بيسبح. في ناس بتقول كده فعلا، بس لما نيجي نشوف الدراسات قالت ايه؟ قالت ان في السن الصغير دايما مثلا الام وهي بترضع اولادها، القطه الام وهي بترضع اولادها دايما بتعمل صوت ده عشان تندهلهم وتعرفهم مكانها عشان يكملوا رضاعه. دايما دايما بنلاقيه مع حالات الريلاكسنج او حالات الاسترخاء، لو هي القطه مسترخيه ومبسوطه بحاجه بتحصل حواليها دايما ده بنلاقيه مصاحب ليها. في بعض الشواهد بتقول لما تكون هي مساره تجاه حاجه معينه احيانا برضه بتعمل نفس الصوت ده. نفس الكلام لو هي بتيجي بتتمسح فينا دايما بتتمسح في رجلنا، في رجل الكرسي، في رجل الحاجه، دايما الاكشن ده بيتم. ده دايما هي بتحاول تقول المنطقه دي بتاعتي. أيوه. المكان ده بتاعي ملكية. الحاجه دي بتاعتي، دي ملكيتي هنا. في دايما موضوع رفع الديل. رفع الديل ده بنشوفه كتير، وخصوصا لو رفعه وكمان بيتحرك بحركه فاننج كده يمين وشمال، احيانا كتير بيكون بسبب ان هو عاوز بيحذر اللي قدامه، انا يعني انا مش مبسوط او انا هاخد اكشن معين قريب. بس دايما حركه الودان عند معظم الحيوانات بيبقى ليها مؤشر عالي جدا. دي خطوه يعني، او دي حركه الكلاب، الخيول، القطط. صحيح، في القطط بالذات دايما لما تكون خايفه او مستعده او متاهبه دايما، او وخصوصا في القطط اللي بتمارس الصيد مع حشرات او مع نلاقي الودن اتحركت على طول الود كانها قرون استشعار. او بعدين القطط درجه حركه الودان فيها درجه كبيره، فبتتحرك في اتجاهات كتير، فدايما بتلاقيها واخده ورا وهي خايفه، واخده وضع الوضع الطبيعي بتاعها وهي في الحاله الطبيعيه. حركه وسع حدقه العين برضو ليه مؤشر كبير، وهي في الحاله الريلاكسنج حدقه العين واخده الشكل الطبيعي بتاعها، وهي مساره بتبقى واخده واسعه قوي حسب شده الاضاءه او شده الاثاره اللي هي بتتعرض ليها. ففي علامات كتير جدا سواء صوتيه او حركيه بنقدر نترجمها على حسب الحاله العامه او حسب الموقف اللي هي فيه دلوقتي. يعني ده اختلال عقلي في الاخر، يعني عايزين برضو نعرف الكونكلوجن بتاع الدراسه عشان نختم المكالمه. ده اختلال في جزء من اختلال عقلي، ولا دي بقى لذاذه ونشاط وعمر او كده؟ خلينا نقول ان هي لذاذه ونشاط اكتر، وخلينا نستمتع بقططنا، وخلينا نقول ان قطتنا مش مختله عقليا ولا حاجه، هي بتمارس حياتها الطبيعيه. ده اعتقادنا. دايما في مشكله، دايما في مصطلح كده احنا بنقع فيه دايما، ان عشان هم جزء من حياتنا بقوا جزء من حياتنا، ففي مصطلح كده بنسميه الانسنه. يعني ايه؟ يعني انا دايما بحكم عليهم من خلال ان وكان تصرفهم ده طالع من انسان. فانا لما بحكم بكده فانا بحكم اني مثلا عشان هي اجريسيف شويه فده يعتبر اختلال. ما قدرتش الاجريشن ده طلع بسبب ايه، وهل مؤقت ولا دائم. صح. عاوز اقول لك صح يا دكتور، وفكره ان احنا ننظر للامور بنظره اكثر عمقا ده يعني بيسهل علينا اجراءات كتيره جدا في حياتنا عامه، مش فقط التعامل مع الحيوانات. بشكرك شكرا جزيلا دكتور يحيى مدبولي، الباحث بمعهد الامصال واللقاحات البيطريه. حاجه من الحاجات المهمه انه البات دايما او الحيوان الاليف لابد من رعايه، واقل درجات الرعايه ان انت تبقى ملاحظ ليه وعارف هو بيحب ايه وما يحبش ليه، لان هو زي ما دكتور يحيى كان لسه بيقول هو اعتبره شخص معاك في البيت، ففكره انه في حد معاك في البيت فانت بتراعيه، بتبقى عارف هو بيحب ايه، بيكره ايه، بيخاف من ايه. وهم من يعني الحيوانات الاليفه بيبقى عندهم حساسيه شديده جدا حتى لو انت مش ملاحظها، فحاول ان انت برضو تعطيه عين الاهتمام كده، هتلاقي الموضوع حتى في تعاملاته هو استجابته ليك وسلوكه معاك هيكون متغير تماما. انتقل لموضوع اخر مع حضراتكم من متابعتنا اليوميه. كان في اقتراح في مجلس النواب لخصخصه الانديه الرياضيه، واحنا ما بين فتره والتانيه
كنا بنتابع الموضوع ده واقتراحات على مدار سنوات ماضية، ناس تكون موافقة وناس تبقى رافضة الفكرة. تعالوا نعرف وزارة الشباب والرياضة بتفكر في هذا المقترح ازاي اللي قدم في مجلس النواب. معانا المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة الأستاذ محمد الشاذلي هاتفيا. أستاذ محمد صباح الخير. صباح النور أستاذ. أهلا بيك، منورنا في 8 الصبح. وخليني أسألك على هذا الاقتراح وكيف تفكرون فيه. لا الحقيقه احنا فكرنا قبل المقترح ده من حوالي 3 سنين يا استاذ هبه ان احنا عندنا بالفعل بعض المشكلات الخاصه بالاستثمار والتمويل الخاص بالانديه. ففي الاطار التشريعي تم ايجاده بالفعل في قانون الرياضه 71 ل 2017، واوجد باب للاستثمار وانشاء الشركات في الانديه. على سبيل المثال النادي الاهلي مثلا انشا 3 شركات لكره القدم وللاستاد وللخدمات والسياحه. كل شركه معنيه بامر معين فيهم، وتم ضخ اموال كبيره جدا في القطاع الخاص، بخلاف الشركات اللي هي شركات الانديه نفسها، اللي هي الانديه اللي بقت شركات زي نادي بيراميدز، نادي فاركو، وادي دجله، كل دي انديه شركات. فالاطار التشريعي موجود بالفعل، الوزاره بتشجعه وبنحاول نطور دلوقتي. بالمناسبه يمكن ما اعلناش عن ده، لكن في المشروع اللي قدمه الدكتور اشرف صبحي لمجلس الوزراء، دكتور دوله رئيس مجلس الوزراء، وتم عرضه حاليا على مجلس النواب وبيتم مناقشته حاليا لاقراره، ما يتعلق بتطوير الاستثمار في الانديه وانشاء الشركات. بعض المعوقات الخاصه بقانون الرياضه 17 ل 71 بنحاول نتلافيها دلوقتي عشان نعظم فكره وجود الشركات داخل الانديه، الشركات المساهمه. لكن المصطلح الخاص بخصخصه النادي ككل هو ده هيبقى امر لا صعب جدا، صعب جدا وفي الوضع في مصر. لان احنا الانديه عندنا صعب 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 بناء على ايه؟ اقول لحضرتك احنا الانديه في مصر عندنا مختلفه عن الانديه الاوروبيه تماما. فما يمكن مثلا لو احنا بنتكلم عن نادي زي اللي بيلعب في صلاح ليفربول، هو نادي لكره القدم، هو عباره عن ملعب بيلعبوا فيه منافسات كره القدم وبس، وفريق كوره. ايوه. وبالتالي طبيعي جدا ان يملكه شخص، يملكه رجل اعمال. فمن حقه النهارده انه يشتري لاعب او يبيع لاعب. لما تيجي تطبقي ده على الانديه المصريه وخاصه ما يتعلق منها بالانديه الجماهيريه مثلا زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد وكل الانديه الجماهيريه المصريه، دي مش انديه كره قدم. نادي الاهلي عنده مثلا حاجه 25 لعبه. نادي الاهلي هو نادي اجتماعي بالاساس وثقافي وتربوي، والناس ممكن لاعب جوه النادي الاهلي ده هو ملوش علاقه بالرياضه خالص، مثلا هو نادي اجتماعي بالنسبه له، او نادي الزمالك او الاسماعيلي او المصري او كذا. وبالتالي هنا عمليه الخصخصه الكامله هو نادي رياضي واجتماعي بالظبط. وبالتالي الخصخصه الكامله هنا. وخلي بالك كمان هشير لك لنقطه مهمه، الجمعيه العموميه للانديه المصريه، الناس اللي دفعوا عضويات في الجمعيات العموميه للانديه المصريه، هنا بقى مش بنتكلم في الانديه الرياضيه بس، في سبورتنج، في الجزيره، في اي نادي، يعني اي نادي اجتماعي او رياضي، هم القانون المصري حصل حقوقهم بالفعل. الجمعيه العموميه هي صاحبه الحق الاصيل في كل شيء ما يتعلق بالنادي، سواء بعمليه الانتخابات، بالاستثمار، بالكره القدم، بمجالات المنافسه اللي بيخشها النادي او غيره. لكن احنا بنعمل ده في وزاره الشباب والرياضه من خلال مسارين الحقيقه مهمين جدا. المسار الاولاني هو الاستثمار كله وعمليه الخصخصه، وكلها مبنيه على ازاي نجيب عوائد استثماريه تحقق للنادي اهدافه، وفي نفس الوقت دون تحميل اعباء على ميزانيه الدوله. لان المصاريف الخاصه بالانديه وخاصه الانديه اللي بتمارس كره القدم مصاريف ضخمه جدا بتتجاوز المليارات. فعملنا وزاره الشباب والرياضه الحقيقه كان عندنا نقطتين نشتغل عليهم. النقطه الاولانيه ازاي اطور الانشاءات الخاصه سواء بالانديه الشعبيه او الانديه الجماهيريه وكذلك مراكز الشباب. عملنا مشروع اسمه المشروع القومي للطرح الاستثماري. بنجيب القطاع الخاص بالفعل، حققنا خلال اخر 3 سنوات من خلال مشروعات القطاع الخاص بالطرح الاستثماري 28 مليار جنيه عوائد استثماريه. ايوه. بدون ما نحمل ميزانيه الدوله يا استاذ هبه اي جنيه، لا فبنطور حمامات سباحه، بنطور الملاعب، الصالات، الاسوار، طبعا المحلات. بتعتمد على مواردها. بنعتمد على القطاع الخاص ان احنا نجيب شركات القطاع الخاص وندخلهم بنظام سواء البي او تي او التريبل بي داخل مراكز الشباب او داخل الانديه الشعبيه. يدخل يعمل حمام سباحه لمده 10 سنين له جزء من المكسب، والنادي او مركز شباب له جزء، وهكذا. ده نظام اللي هو الطرح الاستثماري اللي شغلناه في مراكز الشباب. الحاجه الثانيه كان متوقف عندنا فكره ان احنا برضه عايزين نضخ استثمارات في اللاعبين ورعايه الموهوبين. فبدانا نعمل مشروع ثاني تحت رعايه وبتوجيهات، الحقيقه كانت بتوجيهات مباشره من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان احنا نعمل رعايه خاصه لابنائنا في كل اللعبات، في كل المجالات مش في الرياضه بس. فبدانا نعمل مشروع الرعايات الخاصه. الرعايات الخاصه ان بتيجي برضه مشروع شركات كبيره موجوده في مصر، بدون ذكر اسماء اي شركات، والقطاع المصرفي داخل معانا بقوه جدا، انه يضخ في مشروعات معينه زي المشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي اللي فيه 12 لعبه رياضيه، او دوري مراكز الشباب، او مشروع كابيتانو مصر، او اللي بنفذه مع الشركه المتحد، او مثلا دوري مراكز الشباب اللي بيشارك فيه اكثر من 60,000 لاعب. فهنا ضمننا حاجتين، بطور الاستثمارات
والانشاءات الخاصه بالانديه ومراكز الشباب من القطاع الخاص، وكمان بعمل تطوير للسوفت وير بتاع هذه المنشآت سواء انديه ومراكز الشباب والاولاد وابطالنا فيها من خلال رعايه القطاع الخاص. يتبقى جزء الحياه مهم جدا، وهو ان مش كل الانديه عندها القدره على انشاء شركات مساهمه وان يكون رجال اعمال طبعا. او مستثمرين، بس احنا على الطريق يعني. انت شايفين ان هي مهمه ولكن صعب تنفيذها في الوقت الحالي؟ لا، هي هي تم تنفيذ، يعني مثلا النادي الاهلي كاحد الانديه اللي نضرب بها، مش على كل الانديه حضرتك ذكرت بالظبط، مش هكون انشانا له بالفعل ثلاث شركات، باقي الانديه احنا بنحاول نعدل في القانون دلوقتي يا استاذ هبه، اللي هو القانون 17/71 ل 2017، ان نتيح لمجالس الادارات انها تدخل في هذه الشركات، نسهل دخول الشركات في الانديه. اذا احنا هنا نقدر نقول نلخص كل ده في ايه؟ ان اللي يتم تخصيصه هو الشركات التابعه للانديه وليس النادي نفسه. تمام. والشركه المساهمه اللي هتبقى شركه الكوره زي النادي الاهلي او شركه استاد النادي الاهلي. محمد انا بس بدعو حضرتك تكون معانا في حلقه قادمه نتكلم على الموضوع ده بالتفصيل، ولكن عايز اسالك وارجوك بس اجابات سريعه، لانه في بعض موضوعات بتشغل الراي العام. ما الجديد في موضوع هروب اللاعبين؟ هل من اجراءات اتخذت فعليه على ارض الواقع؟ طبعا استاذه يبقى احنا خاطبنا جميع الاتحادات الدوليه بتوجهات من الوزاره طبعا، والاتحادات المحليه المصريه الوطنيه خاطبت كل الاتحادات. كل الاتحادات الدولية ولجنة أولمبية دولية، بأن أي لاعب لعب تحت العلم المصري لا يجوز له أنه يلعب تحت علم دولة تانية خلال السنوات المقبلة. نعم. وبالتالي أن أي لاعب احنا بنشجع جدا أنه يطلع يحترف بره كنادي، يطلع في اللعبة بتاعته يلعب في نادي بره في أوروبا في أمريكا في أي حتة بره، لكن مش هينفع يلعب تحت علم دولة تانية. الحاجة التانية زي ما اتحرك من شوية صغيرين، هي الفكره كلها فكره، لو فكره ماديه بحته، ان احنا مثلا بعض الامور الخاصه برعايه الموهوبين فبنحاول نضخ ده بالفعل ونحاول ندعم ده. ولكن فكره الهروب على فكره، اللي خليني اتكلم معاك صراحه شويه، هو فكره موجوده من فتره كبيره وبدانا نقلل منها كتير جدا، بفكره ان اللاعب اللي هيطلع مش هيعرف يلعب باسم عالم دوله ثانيه. ولذلك عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا حتى النماذج اللي حصل، ومش عايز الحقيقه اسميهم هروب لانهم في النهايه اولادنا، هم خروج اللاعبين دي مثلا ما فيش لاعب فيهم مثلا حقق اي انجاز من اللاعبين الصغيرين الواعدين اللي يطلع يلعب بره مثلا يحقق انجاز مع دوله ثانيه، لان بالفعل اللاعب اللي هو في هذه المرحله ليه هو مش في الفروسيه لما راحوا اتجنسوا جابوا ميداليات باسم دول ثانيه؟ لا، ما فيش الفروس سواء مثلا في الفروسيه او الشرباجي في السكواش او كذا، ده لاعب خرج وهو بالفعل موجود عنده جنسيه دوله ثانيه، وكان عنده الجنسيتين المصريه ودوله ثانيه، وعنده الاختيار ان يلعب باسم سواء باسم مصر او باسم دوله ثانيه. هنا القضيه بالنسبه لنا مش قضيه بقى ان لاعب ناشئ زي مثلا ما حصل مؤخرا او غيره. وخلي بال حضرتك، هي دي مش حاجه احنا الحقيقه يعني بنساوم عليها. يعني احنا في وزاره الشباب والرياضه في الدوله المصريه في كل المنظومه الرياضيه المصريه، فكره ان احنا بنقدم رعايه كامله، والدوله الحقيقه رئيس الجمهوريه استاذ هبه ما كانش طبعا ما فيش شك، خلي بالك ما كانش حصل قبل كده في فترات زمنيه رئيس الجمهوريه الرئيس السيسي بيقابل الابطال تقريبا في كل المناسبات الخاصه بتكريمهم. لا، في اهتمام باللاعيبه بتاعتنا بكل تاكيد، وزي ما انا قلت حضرتك برضه في الموضوع الماضي ده موضوع يطول شرحه وفي صحيح. كلام كتير وفي جدل كبير، لانه الموضوع بقاله سنوات متساب. صحيح. ففكره برضه التدخل الدوله في الوقت ده دي حاجه مهمه جدا. انا ليا رجاء يعني اخير وسريع من حضرتك ومن دكتور اشرف صبحي. أنا عارفة أن الأمر اللي أنا هطرحه دلوقتي متعلق باتحاد الكرة، ولكن هو متعلق بينا إحنا كرياضة وكإيمج، لأن الرياضة بالنسبة لنا إيمج. أرجو تدخل وزارة الشباب والرياضة للحد وإنهاء والضرب بيد من حديد على كل الأخطاء الأخلاقية اللي بتحصل في ملاعب كرة القدم. لا نريد أن نرى خروج عن النص في ملاعبنا. بشكرك شكرا جزيلا. تحت أمرك. المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أستاذ محمد الشاذلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الهاتفية. بكمل مع حضراتكم أيضا في الرياضة، ولكن هذه المرة على الصعيد التحكيمي. امبارح تابعنا كلنا مؤتمر بيريرا، وده مؤتمر جه بعد طول انتظار وبعد طول نداءات، ويا جماعة التحكيم والناس كلها والبرامج وكل المحللين بيتكلموا على التحكيم. من أي مؤتمر صحفي أنا كصحفي أو إعلامي ببقى عايز أخرج ببعض النتائج، نتيجة من المؤتمر، معلومة جديد خارج من المؤتمر عايزة أحس إن أنا في حاجة جديدة اتقالت لي، في حاجة لبعد كده، إيه اللي جاي، إيه الرؤية، أشوف إيه الفكر، هل ده حصل من المؤتمر امبارح ولا لأ؟ مؤتمر رئيس لجنة التحكيم بيريرا اللي عقد
بالامس. كابتن محمد صلاح عبد الفتاح المحاضر التحكيمي يجيبني على هذه الاسئله. كابتن صلاح صباح الخير. صباح النور. اهلا بيك يا كابتن، وبدايه كده رد لي على الاسئله دي، هل لقيت الجديد في مؤتمر بيريرا بالامس؟ بدايه هرد على توقيت المؤتمر، توقيت المؤتمر اعتقد انه كان غير موفق من اتحاد الكوره، لانه مش طبيعي، كان من الافضل ان بيريرا يقدم نفسه للاعلام في وقت يعني وقت وصوله. لكن احنا خلاص المسابقه قربت على الانتهاء. احنا في العادي كده بنقول مقوله اللي هو ان تاتي متاخرا خير من الا تاتي، مش كده؟ ولكن بقى هو جه بعد ما الموضوع خلص خالص. بالظبط، يعني تقريبا بطوله الدوري تقريبا بتنتهي تقريبا، وطالع الموسم خلاص، الموسم خلاص، وتقريبا الموسم كمان بيتحسم كمان حتى يعني. طب ندخل على تصريحات بيريرا، يعني تطوير التحكيم، ايه رايك في تصريحاته على في اطار الكلام على تطوير التحكيم؟ تصريحات بيريرا حقف عند نقط مهمه جدا، وهم كمان اكتر حاجه كانوا بيقولوها دايما يعني جوه المؤتمر، يقولوا في ناس بتقول يا جماعه طب قولوا انتوا بتشتغلوا ايه. ابرز النقاط، اول حاجه قال احنا في ناس بتقول ان بيريرا ما بيتفرجش على المباريات. لا، هو احنا بنقول لهم ان بيريرا نفسه هو اللي قال للحكام انا ما بتفرجش على المباريات. ده مبدئيا. النقطه بقى الاهم والاخطر، انه قال حاجه مهمه جدا، قال من الصعب العمل مع اكثر من 300 حكم كتدريبات تخصصيه او تدريبات عمليه، لكن سيتم العمل مع الحكام عن طريق المشاركه في المباريات. انا عايز اقول له ان حضرتك جاي تاخد رقم بالعمله الصعبه عشان يبقى في تدريبات عمليه مع جميع حكام مصر، ومن خلال من المناطق الفرعيه. هو التصريح ده معلش انا وقفت عنده، ده معناه انه هيقلل الحكام ولا ده معناه ايه؟ هو بالفعل هو قال كده، قال انا هقلل عدد الحكام اللي هيديروا مباريات الدوري الممتاز. تمام، هو مبدأ على فكره العدد الحكام اللي هيديروا مباريات الدوري الممتاز او اللي بيديروها فعليا هم اوريدي متحددين. ازاي؟ يعني احنا عندنا 53 حكم يحملون رخصه تقنيه الفيديو، دول المفروض المرخص ليهم او المصرح ليهم ان هم هيديروا المباريات. فانت اوريدي عندك عدد محدود اللي حامل الرخصه. بيتكلم عن ال 300، وممكن بيكون بيتكلم عن الحكام المساعدين. طب في ناس بتقول ان انا ما بتدخلش في تعيينات، هو اصلا ما بي كل حاجه هنحط قبلها. في ناس بتقول هو كل حاجه في ناس بتقول هو، وهو قال ده فعلا، هو قال ده فعلا، يعني هو قال الحاجه وعكسها. ازاي؟ قال انا ملاحظ ان في حكام بتدير مباريات بشكل مستمر يوميا واسبوعيا بدايه الدوري، وحكام بتدير مباراه واحده خلال او ادارت مباراه واحده خلال الموسم. طب هو ملاحظ ده، وقبل كده كان له تصريح من كام يوم برضو كان بيقول انا جيت ولقيت لجنه الحكام ماشيه بسيستم، فما رضيتش احتراما ليها ما رضيتش اتدخل. هو بالفعل قال كده كمان امبارح، يعني قال كده تاني كمان امبارح، طب انت ما رضيتش تتدخل، طيب انت كده بتعترف وبتؤكد كل الكلام اللي قاله. لماذا لم يعطي هذه الملحوظه للجنه الحكام اللي هو بيرأسها؟ طبعا هو هنا بيؤكد ان هو لا يتدخل في التعيينات، وعلى فكره الكلام ده الحكام عارفاه كويس قوي، يعني احنا ما بنقولش كمان حاجه معلومه خفيه. اللي مسؤول عن تعيينات الحكام في الدوري الممتاز هو الكابتن توفيق السيد، وده معلن حتى اتحاد الكوره كمان يعني عارف ده كويس، مش معلومه. ايوه، ما هو احنا مش في جزر منعزله يا كابتن محمد، مش دي لجنه هو بيترأسها ولا لا؟ طبعا سواء كابتن فاروق كابتن توفيق ايا كان، هما مش دول المفروض تيم وورك؟ يعني في الاخر احنا عايزين مش حد يطلع يقول لنا مثلا انا ملاحظاتي على اللجنه اللي انا برأسها كذا. حضرتك مش مطلوب منك تدي ملاحظات، حضرتك مطلوب منك تطور، تحط ايدك في الموضوع. هو مطلوب منه انه يحط الاستراتيجيه ويحط الخطه، والتيم وورك بتاعه هو ينفذ الاستراتيجيه بتاعته. لكن هو اللي بيحصل العكس. طب ماذا عن التحكيم النسائي؟ برضو كنا منتظرين انه المؤتمر ده يسفر عن شيء فيما له علاقه بالتحكيم النسائي وفيما له علاقه بمستحقات الحكام. ارجوك ترد لي على النقطتين دول. هبدا بمستحقات الحكام، لان بيريرا ذكر امبارح في كلامه اكتر من مره، قال انا الاستاذ جمال علام طلب مني ان انا اطور التحكيم. طب انا عايز اقول لك ان مؤتمر امبارح اثار استياء حكام، الحكام كتير جدا او غالبيه 90% من الحكام. ده اللي وصل لك منهم؟ ده الفيدباك؟ طبعا. طبعا انا بنقل صوتهم كمان، ان هم بصراحه ناس كتيره محملني امانه، ان الحكام متضايقه، انت طالع تقول طلبات طلبات، وكمان عايز تقلل العدد، وبتقتل كمان روح الطموح والتنافس ما بين الحكام. طيب فين مستحقات الحكام؟ انت
انت ما طلبتش او ما ذكرتش مستحقات الحكام. خليني اقول لك واكد لك على حاجه مهمه جدا، ان ادوات نجاحك او ادوات يعني ادوات النجاح بتاعتك هم الحكام. طب. مش الاعلام اللي انت بتتعامل معاه، الاعلام هيشيد بنجاحك لما تنجح. الاعلام ناقل. بالظبط. سواء لنجاح او غير نجاح. لكن التحكيم النسائي يا كابتن محمد واهميته، لان الدول دلوقتي بتعطيه اهميه كبيره، هو موجود وفارض نفسه على الساحه العالميه، اين التحكيم النسائي؟ انا عايز اقول لك اين البطولات النسائيه؟ هقول لك افريقيا دلوقتي في قائمه مكونه من 25 حكم محترفين، هبدا لك بس من البدايه، فيهم خمسه محكمات من ضمنهم حكمه من المغرب، ما عندناش حكمه من مصر، يعني خمسه من افريقيا، احنا مبدئيا كده احنا بره، احنا اول في التحكيم النسائي. البطولات الافريقيه والدوليه دلوقتي، الدوليه اللي هي بطولات الفيفا، كلها بقى بيتم فيها مشاركات من تحكيم نسائي، وده خلاص بقى امر طبيعي. احنا الحكام او المحكمات المصريات خارج كل هذه البطولات، مش موجودين. فهو ايضا مطالب ان انت لو اذا كنت هتتكلم عن التحكيم فانت لازم تتكلم عن التحكيم الرجال والنساء. ما خرجناش برضو بعقاد نافع على موضوع التحكيم النسائي بالامس. ما هو ما ذكروش اصلا وما تطرقش ليه. هو كل همه طالع يقول. طب وكرة الصلاة والكرة الشاطئية؟ لم يذكر اي شيء عنهم، هو كل اللي ذكره وعايز يقلل عدد الحكام. اما هو برضو يعني تساؤل يعني استنكاري معلش يعني. هو عايز يطور الكرة في مصر والوطن العربي ولا قال ايه امبارح؟ قال انا جاي اطور التحكيم مش بس في مصر، لا وكمان في افريقيا. انا دي مش مستوعبها بصراحه، بس انا بقول وقال 300 حكم كتير في مصر بس. طب هيعمل ايه في افريقيا؟ انا عايز اقول لك ان صح، انا عايز اقول لك ان الرقم ده في التحكيم وفي اداره التحكيم رقم عادي جدا ويمكن قليل. انت رئيس لجنه حكام لكل حكام مصر، فمش من الصح انك تطلع. انا عندي تساؤلات كتير يا كابتن. اخر تعليق هاخده منك على بيان ام بي، الناس اسمته ساخر لكن لم يخرج رد حتى الان من لجنه الحكام ايضا على بيان ام بي. انا عايز اقول لك ان ده بيان ولا ده جواب شكر ولا ده ايه؟ انت بتصنفه ايه؟ زي هم يعني انا مش عايز اقول كلمه يزعلوا منها، ولكن هقول لك ان الهدف اللي بيتكلموا عنه هم عارفين ان الهدف صحيح. الهدف اللي احرزه ام بي في مرمى فلوتشر هدف صحيح. وحكم الفيديو الهدف كان صحيح، وحكم الفيديو اخطا، كان ما حسبش النقط او لحظه اللعب من اللحظه الحقيقيه اللي هي لحظه اللعب واخطا. فنادي ام بي بيقول يعني طبقوا قانون زي ما طبقتوه في مباراتنا، والحكم قال لهم، هم ذكروا كده ان التسلل كان ب 38 مللي. فقالوا يعني يا ريت الدقه دي نشوفها في كل مباريات، وخصوصا الماتش اللي قبل 38 ولا 36 مللي ايا كان عدد المللي، لكن الدقه اللي هم عايزينها تتكرر دي. انا اتمنى بقى التفاصيل دي والحاجات اللي احنا بنطلع نتكلم عليها، اتمنى في يوم من الايام ويا رب يجي اليوم ده واحنا عايشين ان شاء الله، انه نطلع نتكلم على الفنيات وجمال ونبقى كده رايقين ومش بنفكر في اخطاء تحكيم ومش بنفكر في مشاكل لجنه حكام، ونطلع نتكلم على جمال كره القدم ونستمتع. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا اتمنى بقى رد فعل على الارض، وانا بقالي شهور والله بقول ان ده لجنه التحكيم. انا اتمنى رد فعلي نركز بقى، الشغل هو اللي بيعمل الصوت، مش ان احنا نطلع نقول تصريحات، الصوت هو اللي الشغل هو اللي بيسمع. بشكر حضرتك شكرا جزيلا ضيفي العزيز كابتن محمد صلاح عبد الفتاح المحاضر التحكيمي. بنكمل مع حضراتكم ونروح على الصعيد العالمي. الكرة العالمية فيها تفاصيل كتير، وانا يمكن كنت بقول لحضراتكم النهارده في بداية الحلقة انه احنا عندنا نهائي شامبيونز ليج كمان بضع ساعات او بضع ايام، لكن انا شايفه ان صوت الميركاتو اعلى من صوت نهائي الشامبيونز ليج، وده نادرا ما بيحدث. احمد غنيم محلل كره القدم العالميه يجيبني على هذا التساؤل. معايا احمد في الموضوع ده؟ معانا احمد عبر سكايب. صباح الخير عليك يا هبه، اولا على كل مشاريب. اهلا بيك منورنا يا غنيم. طبعا يعني في الحقيقه لازم نقول يعني ان نهائي دوري الابطال بكره هيكون مباراه الاهم على صعيد. ايوه بكره صح. في العالم الترشيحات بالتاكيد بتذهب لمانشستر سيتي لاسباب كتير جدا، قوه الفريق والحاله اللي بيعيشها هذا الموسم، ومعاه ايرلينج هالاند هداف دوري الابطال وهداف البريمير ليج 52 جول في كل البطولات. لكن طبعا يعني اعتقد ان جوارديولا سيتحسب جيدا لانتر ميلان، اولا لانه فريق ايطالي ومدربه
يكون انزاجي عنده خبث كروي بعض الشيء فيما يخص المباريات الاقصائيه. الحاجه الثانيه ان هناك ذكريات سيئه جدا لمانشستر سيتي في نهائي تشامبيونز ليج 2001، كان ايضا هو الفريق المرشح للفوز على تشيلسي في النهائي، ولكن جوارديولا يعني بعيده قوي يا احمد 2001 دي، سوري 2021 كان من سنتين بالظبط، كان نهائي في كان المفروض بالمناسبه كان هذا النهائي كان يتلعب في اسطنبول اللي هي استضيف النسخه المقبله، ولكن طبعا النهائي ده في ملعب اتاتورك. كان المفروض لكن طبعا نظرا للظروف ساعتها جائحه فيروس كورونا اقيمت المباراه في البرتغال، ورغم ان كان مانشستر سيتي هو المرشح للفوز على تشيلسي لكن جوارديولا اتفلسف بطريقه زائده عن الحد، وفي النهايه طبعا يعني تشيلسي خطف الفوز بهدف دون رد بتوقيع كاي هافرز النجم الالماني الشهير. فلا يعني انا اتوقع انه السيتي هيحسمها السنه دي يعني على الورق. يعني على الورق هو مانشستر سيتي الاقرب، لكن في الاول برضه في الاول في الاخر هي مباراه نهائيه، يعني مباراه طبعا في نهائيه كل شيء تبقى فيها الامور مفتوحه على كل احتمال، لكن مانشستر سيتي اعتقد يعني هو قاب قوسين او ادنى من تحقيق ثلاثيه تاريخيه، سيكون ثاني فريق انجليزي يحقق ثلاثيه. ولا نغض الطرف ان انتر ميلان طبعا خصم عنيد، لكن بالزبط. رايك ايه في الكلام اللي انا كنت لسه بقوله ان انا حاسه ان صوت الميركاتو اعلى من صوت الشامبيونز ليج وتحديدا من المنطقه العربيه من ده من المملكه العربيه السعوديه؟ ليه ما هو سمع اهو في انتر ميامي، ميسي راح انتر ميامي. يعني هو طبعا يعني كان الفتره اللي فاتت كان انا كنت تلاحظي حتى هبه كنت في مداخلات سريعه معاكي استبعدت تماما ان ميسي يرجع برشلونه، كنت مرجح انه ممكن يروح اكتر الهلال، لكن انت عرض انتر ميامي الحقيقه ميسي اختار الهدوء. طبعا في اموال بالمناسبه، يعني ميسي انت اقتنعت بالسبب؟ مقتنع بالسبب ان ميسي محتار اسباب عائليه، يعني من ضمن الاسباب اسباب عائليه بالتأكيد، ومحتاج كوميكسات اللي خلاص عليه على موضوع الاسباب العائليه ده والمقارنه اللي بتعقد بينه وبين كريستيانو رونالدو، ايه رايك فيه؟ هو اخطا ميسي اختار الهدوء، مش عايز اي مقارنات ومش عايز اي منافسه. ميسي قفل كره القدم بعد كاس العالم، يعني ميسي كان خلاص انهى كل شيء بعد كاس العالم، وبالتالي هو محتاج الهدوء. بالمناسبه عند عرض انتر ميامي يا هبه عرض برده قوي جدا من الناحيه الماليه، صحيح ان الراتب امبارح اتقال على فكره بند في العرض حلو قوي اللي هو امتلاك نسبه مئويه في النادي. بالظبط بالظبط يا هبه، نسبه مئويه حقوق للنسبه من حقوق البث التلفزيوني من احدى اكبر الشركات على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا من بتاع حقوق البث التلفزيوني، وشركتين رياضيتين للملابس. بالظبط بالظبط يا هبه، غير الراتب السنوي. فهو برضو العرض من الناحيه الماليه بالمناسبه عرض قوي جدا، يعني بعكس ما يتخيل ان هو يعني ضحى، لا هو ما ضحاش باموال طبعا. يعني كراتب كسال يعني كنت سالري كراتب نفسه كان ياخده في الهلال اعلى، لكن هو زي ما بنقول احنا بالبلدي كده هو ضرب كرسي بالكلوب، لان الناس كانوا متخيلين ان هو هيروح يلعب في الدوري السعودي وهنعيد بقى امجاد الكلاسيكو مواجهه ميسي وكريستيانو رونالدو ده من جهه، والناس الثانيه كانت عاقده امال ان هو هيرجع لبرشلونه، لكن هو رد في لقائه اللي عمله امبارح مع موندي ديبورتيفو لما قال انه هي دي الصورة على فكرة الناس برضو بيقارنوا بميسي لما ساب برشلونة وميسي لما ساب باريس سان جيرمان. امبارح هرجع تاني للقاء اللي عمله، كان بيتكلم على انه مش عايز يعيد لذاكرته لحظة تركه لنادي برشلونة، وهو قال انا طلعت الشخص السيء في القصة. بالظبط يا هبه بالظبط، كويس انت اشرت لهذه النقطه. برشلونه الظروف الماديه صعبه جدا، ورغم موافقه رابطه الليج على خطه الجدول الاقتصاديه اللي قدمتها اداره برشلونه عشان تسمح لها بابرام صفقات، لكن ظروف برشلونه الماليه صعبه جدا جدا. كان صعب ان ميسي يرجع وكان صعب انه يجازف، لان العرض اللي قدمه برشلونه لا يوجد به اي ضمانات انه سيتم تسجيل هذا العقد، وبالتالي لم يرد تكرار تجربه 2021 حينما انتظر وفي الاخر لم يسجل العقد. احمد اجابات سريعه بقى عشان وقتي، هل في عرض سعودي من الهلال محمد صلاح بالفعل؟ ده كلها كلام سوشيال ميديا، لا يوجد اي مصدر موثوق في الصحافه السعوديه تحدث ان هناك عرض سعودي او عرض تحديدا من نادي الهلال لتعويض عدم تعاقد مع ميسي. وطبعا الصحافه الانجليزيه بتكون شرهه جدا الحاجات دي، بتتابعها بالتقارير قبلها ولا وجود لها، دي كلها اجتهادات سوشيالويه زي ما احنا بنقول كده. ديكلان رايس امبارح زي ما احنا تابعنا رئيس ويست هام يونايتد اعلن ان دي اخر مباراه، هل وجهته الى ليفربول؟ وعايزه برضو اسالك على اخر صفقه او اولى صفقات الريدز في الميركاتو، ماك اليستر. ماك اليستر حقيقه صفقه انا في وجهه نظري صفقه قويه جدا لليفربول، وبثمن حوالي 36 مليون جنيه استرليني قيمه الشرط الجزائي، وبالتالي مبلغ زهيد جدا. يعني اقل بكتير جدا من جوب بلينجهام اللي كان بيفكر يجيبه في الاخر راح ريال مدريد. بالنسبه يعني لديكلان رايس هو اقرب الى ارسنال ليس الى ليفربول، لان المبلغ المطلوب فيه
اعتقد اداره ليفربول هتتوجه يعني لصفقات اخرى، تريد ابرام صفقات في مراكز اخرى، فاعتقد ان ديكلان رايس اقرب انه ينتقل الى ارسنال او الى تشيلسي، لكن اعتقد انه ممكن ارسنال نسبه كبيره. وجهه سفيان مرابط؟ سفيان مرابط بالتاكيد هو بيحلم انه يروح برشلونه، كان برشلونه بيحاول يجيبه طبعا في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن الظروف الماليه حالت دون ذلك، لكن ممكن حسب بس هنشوف بس وضعيه برشلونه الماليه عامله ازاي، لكن سفيان مرابط بالتاكيد بنسبه كبيره جدا لانه شاهده في فيورنتينا الموسم الماضي وقد نراه في برشلونه ان سمحت ظروف برشلونه الماليه باستخدام لاعب القيمه سفيان مرابط، لان قيمته السوقيه حاليا ليست بالقليله. ديكلان رايس ممكن يهدد بقاء النني في ارسنال؟ لا اعتقد لاسباب بسيطه جدا، اعتقد وجود حاله الانتقال طبعا الرسمي بالظبط، لا اعتقد ذلك ان وجود النني يعني في ليه عوامل بعيده عن كره يعني بعيده عن كره القدم، عوامل نفسيه في غرفه الملابس، والى ذلك هو مايكل ارتيتا تحدث في ذلك اكثر من مره، فلا اعتقد ذلك على الاطلاق على الاقل في الوقت الحالي. احمد غنيم محلل الكره العالميه، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، صباحك زي الفل. هسيب حضراتكم دلوقتي مشاهدينا الكرام مع اخر واهم اخبار اهالينا في محافظات مصر المختلفه. احسن ناس احسن ناس ادينا بندردش ورانا ايه ورانا ايه، بنحكي ونفرفش ورانا ايه ورانا ايه، هنبتدي مع حضراتكم مشاهدينا الكرام فقراتنا الحواريه من الاستوديو. عندنا النهارده فقره الاطفال مع زميله داليا اشرف عن الفئه المسرحيه، جوائز المبدع الصغير. معانا النهارده الفائزين في هذه الجوائز بضيافه الزميله داليا اشرف، وهكون مع حضراتكم بصحبه كابتن محمد نور. هنتكلم النهارده عن الاهلي والوداد، الزمالك اخباره ايه، عندنا كمان منتخب مصر كلام كتير جدا وحديث لا ينقصه الصراحه. تابعونا مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الامل والتفاؤل والبهجه اللي دايما بنطل بيها هنا في 8 الصبح. دايما احنا هنا حريصين ان احنا نستضيف المبدعين والمبدعين في مجالات مختلفه، والحقيقه انه الاهتمام بالاطفال وبابداعاتهم بدا في الفتره الاخيره وتحديدا بعد 2014، انه كان في توجه باهتمام بالمستقبل. النهارده احنا معانا الحقيقه فقره مهمه جدا جدا جدا، عن فقره عن المبدع الصغير، ولكن تعالوا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستكمل فقره المبدع الصغير. رجعنا لحضراتكم من جديد. كنا بنقول انه قبل الفاصل احنا النهارده فقرتنا عن جائزه الدوله للمبدع الصغير، هذه الجائزه التي تمنح للصغار تحت سن 18 سنه، وهي اول جائزه في الشرق الاوسط، جائزه دوله تمنح للشباب الصغير والاطفال الصغار. الحقيقه انه هذه الجائزه بتقام في دورتها الثالثه، واحنا كان لينا شرف الحقيقه هنا في 8 الصبح ان احنا نتابع هذه الجائزه منذ دورتها الاولى، هذه الجائزه التي تقام تحت رعايه السيده الفاضله انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهوريه. النهارده احنا معانا فرع من الفروع الحقيقه المهمه جدا، وهي فرع التاليف المسرحي، انه فكره ان احنا لازم نشجع الاولاد في ظل طبعا التقدم التكنولوجي، انه مش بس ان هو يبقى اهتماماته فقط بالتطور التكنولوجي اللي هو يعني بالمناسبه مهم، ولكن ايضا ابداعاته في التاليف.
ده شيء مهم. النهاردة احنا معانا الفائزين بهذه الجائزة من الفئتين، الفئة الصغيرة والفئة الكبار. تعالوا سيبوني ارحب بالمبدعين الصغار الحاصلين على هذه الجائزة. نرحب بالاول بشمس احمد. صباح الفل. صباح النور. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت الحدوتة بتاعتك عند ديسلكسيا صح كده؟ طيب نرحب، انت 16 سنة. نرحب بكمان علي ايمن 17 سنة عن مين فينا اللي؟ مظبوط صح كده، دي المسرحية بتاعتك، هنعرف قصة مين فينا اللي. نرحب بقى بالفئة الأخرى، الفئة الصغيرة اللي هي تحت سن 13 سنة، أحمد الحسين. صباح الفل. صباح النور. أخبارك إيه؟ الحمد لله كويس. أنت اللي عامل القصة بتاعت نص طبق. نصف طبق. نصف طبق، اللغة العربية الفصحى، أوكي. كمان بقى بنرحب بيه إيوان هاني. صباح الفل، 8 سنين عن قصة صابر اللي ما عندوش صبر. صباح الفل. صابر الذي لا يعرف الصبر. صابر الذي لا يعرف الصبر. بيصححوا لي اللغة العربية الفصحى. أخبارك إيه؟ الحمد لله. تعالى نبدأ بليدز فيرست بقى. شمس، الأول مبروك يا ولاد، وأنتوا يعني في السي في بتاعكم إن أنتوا تبقوا عندكم جايزة، جائزة دولة للمبدع الصغير، وبتقام طبعا تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، وفزت 10,000 كان متقدم من الأطفال اللي تقدموا، أنتوا كسبتوا. فنعرف بقى من شمس، قولي لي الأول إحساسك إيه لما خدتي الجايزة دي وأنت داخلة في البداية وبتقدمي، وكان إيه إحساسك؟ ما كنتش مصدقة خالص، ما كنت يعني اتخضيت كده. ده بجد؟ لا ما كنتش متوقعاها في البداية خالص. أنت محافظة إيه؟ بني سويف. بني سويف، جاية لنا من بني سويف طبعا، تحية لأهل بني سويف. قولي لي بقى أنت قصتك عن المرض بتاع ديسلكسيا. هو مش مرض، هو اضطراب، هما بيقال عنه اضطرابات. يس، فقولي لي بقى القصة. هو اللي هي بنت، هي في مشكلة في البيت ان هي بتعاني من تفكك اسري، باباها مش موجود، مامتها دايما مشغوله في الشغل، وفي لما في المدرسه بتتعرض للتنمر بسبب ان هي عندها ديسلكسيا وصعوبات تعلم ومش شبه صحابها. ففي بتدور بقى احداث بين التنمر وضغوطات في البيت. اشمعنى اخترت الفكره؟ هل في قصه قريبه منك شفتيها كده، ولا انت سمعتي عنها وجمعتي المعلومات ازاي عن الاضطراب ده علشان تبقي بتقولي برضو معلومات صح في الاعراض اللي بتتعرض ليها البنت؟ انا جه قدامي الاسم ديسلكسيا ده، انا ما كنتش عارفه معناه في الاول. يعني انا حبيت، كان عندي حب استطلاع ان انا اعرف يعني ايه ديسلكسيا، فعملت سيرش وبحثت كتير، عرفت ان هي يعني ايه ديسلكسيا، انها اضطرابات تعلم، ممكن ما يكونش بيعرف، ممكن يكون عنده صعوبات في الكلام او مش قادر ان هو يتعلم زي اصحابه، او ممكن ان هو بيتعلم بطريقه مختلفه. هو بيتعلم بطريقه مختلفه. برافو عليكي. بيتعلم بطريقه مختلفه. فهي جت الفكره من هنا، ان انا اصلا كنت عايز اعرف يعني ايه ديسلكسي. وكان كان في مثلا حاله في المدرسه عندي، انا برضو كنت حابه ان انا يعني اكتب عن كان حاجة عندك أنا قصه في المدرسه، بنوت عندها الاضطراب الديسلكسيا. ايوه. اوكي. وقررتي ان انت تجسديه في المسرحيه بتاعتك. اشمعنى اخترتي فرع المسرحيه؟ يعني اتعلمتيه فين؟ لا انا بصراحه انا ما اتعلمتش، يعني هي جت موهبه يعني. انت اتعلمتيها بنفسك يعني، قررت ان انت تشوف. طيب اوكي، بس انا طبعا انصحك انك لازم لو هتاخدي الموضوع طبعا لازم تكملي فرش بقى تتعلمي بيها الكتابه. علي ايمن. مظبوط. مين فينا اللي يعني كاتب عامل عنوان كده مشوق زي بقيه الكتاب الكبار؟ طبعا انت كبار يعني كبير بموهبتك. مين فينا اللي؟ مظبوط. مين فينا اللي ايه؟ بيعمل ايه؟ مين فينا اللي؟ دي هي مسرحيه بتتكلم عن دكتور نفساني ومريض والسكرتيره، المفروض الثلاثه بيخوضوا ان احنا بنخش في حياه المريض اكتر وبنعرف عنه اكتر. تمام. المريض ده بيبقى عنده حاجات كتير، عنده حاجات في الاسره، وعنده في حياته العاطفيه مع ابوه وامه، ما عنده مشاكل كتير. المفروض ان احنا بنلف حوالين المريض عشان نعرف هو ليه وصل لكده، هو عنده ايه. طيب ايه بالظبط؟ المرض النفسي ولا مش ذاكر ده؟ لا، هو جميع حاجات كتير قوي، عنده مشاكل في الاسره وحاجات انكسارات عاطفيه وعنده حاجات كتير، فعشان كده ادى بيه ان هو يكون مريض نفسي محطم نفسيا جدا. اوكي. فبيروح للدكتور ده، وبعدين بيقول له اللي عنده، وهو اصلا ما كانش رايح له وما كانش حابب ان هو يروح له. المريض ده عنده كام سنه انت جايبه في القصه؟ تلاتينات. جايبه حد شاب يعني. اوكي، يعني نرجع فلاش باك عشان نشوف بقى حياته من اول ما هو صغير لحد ما كبر بكل الاضطرابات اللي حصلت له، علشان تحط ايدك على المشاكل اللي ممكن يقع فيها الاهالي مثلا. مظبوط. اللي ممكن تؤدي ان ابنهم اللي عنده 30 سنه يحصل له دي حقيقة. مشاكل. دي حقيقه. اوكي، ايه بقى المعالجه اللي انت عالجتها في المسرحيه دي وطلعت بيها بايه؟ يعني ايه هنقول المورال او
الاداب اللي طلعت منها او المبادئ؟ مبادئ ان هو يعني في المسرحيه ان في اضطراب في البيت ده بيسبب حاجات كتير قوي عند الطفل. بيسبب عنده انكسار، بيسبب عنده اللي هو يفضل حد عن حد تاني، بيطلع بره البيت بيلاقي نفس المعامله مع اصدقاء بيتنمروا عليه برده، في ناس بتتنمر عليه كتير. فده بيخليه اللي هو برده مش حابب اللي هو يطلع من البيت ولا يقعد في البيت. طب هيعمل ايه؟ فطلع بره الشارع برده، قابل ناس وحب واحده. طلع هرب يعني؟ مش هرب، بس اللي هو يعني مش من البيت وجابوه وضربوه برده. جات لك الفكره منين؟ في حاجات كانت يعني عندي بس مش كلها، مش المسرحيه كلها. عندك منين يعني شفتها؟ لا لا، من حالات، من حالات انا شفتها. اوكي، بتركز انت. أوكي. انا بحب اسمع جدا، انا بحب اقعد مع الناس الكبيره جدا واسمع مشاكلهم، بحب اسمع. عارف ان انت فكرتني بجمله طبعا اللي راحل استاذ اسامه انور عكاشه كان بيقول انت بتجيب القصص بتاعتك منين او الشخصيات؟ بيقول بحب اسمع، بحب اروح كده اقعد مع الناس في القهوه واسمع الناس، اطلع منهم بالحواديت من الواقع. ما هي دي حقيقه، ده اللي انا عملته فعلا. لما بقعد مع اصحابي بسمع ابويا مش عارف عامل ايه، امي مش عارف ايه، مدرسه، صحابي، بلا 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 وحاجات كتير. فانا بحب اجمع المعلومات دي اكتر. فقررت ان انت تعمل حدوته مسرحيه تدي بيها قصه في الاخر، انه يا جماعه خلي بالكم الارم، انه المشاكل اللي هتحصل كذا هيؤدي الى كذا في الاخر. مظبوط. كان ايه احساسك لما خدت المبدع الصغير؟ والله انا اصلا لما قدمت، انا قدمت اخر يوم وقلت يلا زي ما تيجي تيجي، والحمد لله يعني الحمد لله ان هي جت حلوه يعني وكسبت. قدمت تقريبا يوم 12 اول السنه. وبعدين نسيت اللي انا قدمت وكلموني تاني. ربنا بقى عايز ده كده. الحمد لله طبعا. طيب انتوا الفئه اللي هم دايما المسابقه دي منقسمه فئتين عمريتين، فوق ال 13 سنه وتحت ال 13 سنه. احنا شفنا الفئه اللي هي فوق ال 13 سنه، شمس وعلي. تعالوا نروح بقى للفئه اللي تحت ال 13 سنه، نشوف بقى ابداعاتهم، وبيطلع منهم على فكره احلى ابداعات لان هم بيبقوا فريش كده. تعالوا نبدا باحمد الحسين، صح كده؟ عشان انا قلت له في الفصل احمد حسين، راح صغر لي احمد الحسين ونصف طبق، صح كده؟ لغه عربيه فصحى، انا صح كده؟ قول لي بقى ايه قصه نصف طبق؟ هو كان ولد بيهدر في الموارد، يعني هو في الطبيعه كده كان بيهدر في الموارد، كان بيهدر الميه وكان بيهدر الاكل وكان بيهدر كل الموارد اللي حواليه. اوكي. فبعد كده بقى راح نام، فحلم ان كل يعني الاكل بقى بالنص، يعني طبق الرز مثلا بقى نص، كوبايه الميه كامله بقت نص. فحلم بقى ان هي بتكلمه وبتقول له انت هزرت فينا فاحنا قلينا. فهو بقى لما صحي اتعلم الدرس وبدا بقى اللي هو يرشد الاستهلاكات. الله اكبر. جالك الخيال ده منين؟ انا اساسا بحب اقرا قصص خياليه كتير، بحس كانها مشوقه وممتعه اكتر. وفكره يعني اللي هو ترشيد الموارد والحاجات دي، انا اساسا كنت يعني اللي هو عينوني كسفير صغير للمناخ، كنت في جامعه. فانا حبيت بقى ان انا اوصل الفكره بتاعتي عن طريق مسرحيه. انت معني قوي بقضيه المناخ. اوكي. طيب انت عندك كام سنه يا احمد؟ انا عندي 12 سنه. ما شاء الله، الله اكبر. فانت قررت ان انت تتكلم بس من مبدا انه حد حلم فصحي، لانه الموارد قلت. قصه خياليه بحيث ان الاطفال الصغيرين يفهموها، يعني ما تبقاش تقليديه او واقعيه كده. اطفال صغيره اللي تفهموها. شايفين يا جماعه مواهبهم كبيره ازاي، الله اكبر. طب ايه احساسك لما كسبت؟ كنت متوقع؟ لا بصراحه. ايه بقى لما قالوا احمد الحسين جائزه المدرسه؟ انا ولا مامتي اساسا يعني اللي هو كنت راجع من المدرسه فقالت لي انت خسرت. طبعا كنت زعلان بقى، فلقيتها بتقول لها كنت بهزر معاك. ليه يا مامي؟ ليه يا مامي تقولي له كده؟ فانا كنت فرحان يعني بجد. هي حبت انها تشوقك قوي 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 عشان تفرح قوي قوي قوي. نروح للمبدع الاخر. 8 سنين. 8 سنين. وكم؟ وداخل على 9. داخل على 9. سوري معلش، انا عارفه ان انت بتحب الدقه. ايوان هاني. ايوان، قصتك الصابر، صح كده؟ صابر. الصابر الذي لا يصبر، ولا ايه؟ صابر. صابر صابر، هو اسمه صابر. والذي لا يصبر يعني اسمه صابر بس مش بيصبر. ايه اسمه صابر بس؟ طب ايه قصه صابر؟ وانا كنت جبت فيه يعني واد كان دايما ما بيصبرش، بتقول له مامته كانت دايما بيصبر، وقبل وبعد ما كان عيد ميلاده جه يعني ما كانش صابر، قالت له ان
الهدية بتاعتك وكل ده هيجي الساعة 7، فما صبرش ولعب في الساعة. فراحت أمه لما سقفت الساعة كده اتضايقت، وده كله كان نام حلم مثلا ضايق. فلما لقى كده طبعا هي قالت ازاي الناس ما جوش، واتضايقت مامته. فهو راح قال لها يا ماما دي الناس ما تجوش، ممكن اكل الساعه بقت 7. فراح اكل كل حاجه، ولما الزوار جيوا هو قدم الساعه. ايوه قدمها يعني بوظها. اوكي ها، واخرها كده ها، يعني لعب في الساعه ها. بعديها هي قالت له خلاص بقى انت تعبتني. فاليوم بعديها سنوها كان خلاص سامحها، لكن بعد كده هو يعني صحي من النوم. كل ده كان لسه حلم، صحي من كل النوم كل ده حلم. ايوه، وبعد ما صحي لقى فعلا انها الحاجات كويسه. لكن بقى بعديها لما نام مثلا يجي اليوم الثاني طبعا، ساعتها كانوا خلاص راحوا في رحله، وبرضو الفلوس كانت قليلة بسبب انه عمل كده. اصل الساعة اصل المكان كان بيفتح في وقت معين، راح هو كان استعجل استعجل برضو عمل كده في الساعة. اوكي، لسه وعمال يقولوا له ما هي لسه ما اتفتحتش، لسه المكان ما اتفتحش. وبرضو انت بقى كنت يعني الاول الخيال ده جالك منين؟ وشمعنا فكرة الصبر؟ لانه فكرة الصبر دي على فكرة مشكلة ممكن يواجهها شباب كبار، ما عندوش صبر على حلمه، ما عندوش صبر على يحقق حاجه يعني عايزها. انا واختي والبيت كله عندنا ما عندوش صبر. ما عندكوش صبر، فانت قررت ان انت عايز تعالج القصه بالحدوته دي. لا بس كده يعني، وانا الاول قبل ما اقول اي حاجه يعني شكرا للانتصار السيسي السيده الفاضله، انه فعلا عمل يعني قصه عشان يخلي الاطفال يقدروا يعملوا موهبتهم. ويعني اولا انت عايز تطلع بايه بالقصه دي؟ انا كنت عايز بس يعني عشان كنت دايما بحب قصص الانبياء، فكنت دايما بقراها. كان ميزه الصبر عندهم كتير، وبرده يعني إيه؟ برده هو بينام وبيصحى كده، عشان كنت دايما لما بقراها قبل ما انام الحاجات دي بنام فعلا وجايبها كده. فجبت حاجه يعني من حياتي كده خدتها حطيتها. الله. وبعديها يعني فكره بقى الصبر بسبب الانبياء، برضو كنت عايزه احل المشكله بتاعت اللي عندي في البيت. وبرضو اصلا يعني تقول للناس يعني حاجه أختي حلوه. برضو اصلا مامتي كانت كل شويه بتحكي لي قصص، فكنت فكرت اني كنت يعني جات لك منين فكره الساعه؟ هي دي اصلا كان يعني عادي، لاني عندي الساعه اللي عندنا فيها ترس كده لما بلف وبعمل الساعه اللي قدام وكده. انتوا ملاحظين حاجه؟ انه فكره الخبرات اللي حواليكم والتنوع والقصص اللي حواليكم بتتراكم جوه عقولكم يعني اولا، وبتبدا ان انت تفرز بيها قصص جديده او مختلفه. دي حقيقة. طيب انا عايزه اعرف بقى من شمس ايه دور، بما انك بقى بتحب الكتابه، لانه يعني يقال، مع ان انا شايفه انه الجيل ده متهم غلط، يعني انه في تراجع للقراءه لهذا الجيل، بس في ناس بتقرا اهو وبيطلع منهم ابداعات، يعني حتى لو هي حقيقه، بس احنا مش معانا احصائيات بده، بس حتى لو ده، بس يعني احنا عايزين نشجع على القراءه. انت ايه دور الاول السوشيال ميديا في حياتك والنت والتكنولوجي، وبتستثمري ازاي لموهبتك في الكتاب؟ هو انا بقرا، انا لو ما جبتش كتب مثلا انا عندي كتب، بس لو مثلا انا مستعجله او في حاجه انا عايزه اقراها بتجه للسوشيال ميديا، ان انا عايزه اقرا في حاجه معينه او بعمل عليها سيرش. بتحب القرايه؟ وطبعا يعني بعمل مثلا بجيب فيديوهات عن الناس يعني بيعلموا ازاي او ازاي ممكن اساسيات الكتابه او كده. اوكي، بستغليها في ده. بستغل في ده. فرقت معاكي ايه القرايه في شخصيتك كبنت بقى، بنوته 16 سنه مادموزيل كده، اثرتك ازاي؟ هي القرايه، القرايه ولا الكتابه؟ عشان القرايه اللي طبعا بتفرز كتابه، ما هو طبيعي. القرايه هي اولا يعني هي حاجه كويسه، ان انت لو في فراغ انت تمليه بالقرايه، غير ان انت بتستفيدي معلومات او تخليكي مثقفة تقيله كده وانت بتتكلمي، شخصيه جذابه. ثقه في النفس برضو، بحس ان انا واثقه من نفسي ان انا بتكلم في حاجه هيلة. انا قريت فيها ومتاكده من معلوماتي هايله. برافو.
شايفين يا جماعه بنات مصر حلوه ازاي، بفرح بيهم قوي. قول لي انت يا علي بقى، الولاد بقى والبلاي ستيشن، انت برضو ايه دور القرايه في حياتك؟ بيفتح لي مخي اكتر، بيفتح لي مدارك كتير قوي انا ممكن ما اكونش واخد بالي منها. يعني مثلا حاجه اول مره اسمع عنها، طب في كتاب عنها، طب ما تروح تقراه. في جزء جديد مثلا، انا بحب الفيزياء بس انا ادبي، ما علينا، بس انا بحب الفيزياء. فاروح مثلا اشوف المسائل واقعد احلها عادي. ففي كل حاجه ليها فايده، بس على حسب انت بتحب ايه هتروح لها. طب احمد تلعب فيديو جيمز يا احمد؟ لا خليك صريح. يعني الفيديو جيمز مش موجوده خالص في حياتك؟ لا هو انا بلعبها بس يعني بنظم وقت. يعني مثلا وقت القرايه، مثلا اقرا قصه، وقت الخصها، بعد كده وقت مثلا حلو العب شويه. الاسلوب ده بتقرا قصص وتلخصها، بتفرق معاك في ايه بقى اما بتقعد وسط اصحابك كده اللي ما بيقروش؟ انا بحاول انصحهم، هم بيقروا برضو بس يعني اللي هو مش مهتمين بيها قوي، ماشي. فانا بحاول انصحهم لان القرايه بتفتح لهم مجالات كثيره. وبس استاذ طبعا ايوان، انت القرايه فرقت معاك ايه في شخصيتك؟ يعني اولا انا القصه كنت هدخل على البرمجه، لكن يعني كان عندي مشكله فحاولت التاليف المزرعه، وبرضه يعني كنت بيفيدني في البرمجه برضه. انت بتحب برضه البرمجه، فالقرايه بتخدم البرمجه في ايه بقى؟ دي حلوه عشان الاطفال اللي بتحب البرمجه برضه. يعني مثلا عندك ان في، يعني انا كنت ببرمج العاب، ويعني بدل ما انا بنزل العاب واعمل كنت ببرمجها، ببرمج العاب لنفسي. طب والقرايه بتفيد ايه بقى؟ يعني لازم ابقى عارفه اقرا عشان يعني اعرف اكتب برضو. اوكي. لان يعني لما بعرف اكتب كنت اصلا اكتب الكود، الكود هو ممكن اصلا من خلال القرايه تعمل الابلكيشن او كرتون البرمجه عن طريق انك انت تجسدها عن طريق الابلكيشن. انت راجل بقى مثقف ومبرمج. لا صح؟ هو ده بقى ما بينفعش في الكود والحاجات دي. طب قولي نفسك تطلع ايه في الاخر يا انا كنت عايز اطلع رائد فضاء. ما شاء الله. احمد مهندس. مهندس ايه؟ مهندس معمار. اوكي. ها ممثل. ممثل، دعوه اهو، دعوه مفتوحه يا رب. تطلع ممثل مؤلف مسرحي، دول بيبقى فاهم يعني كومبو على بعض. اوكي. شمس دكتوره، وبالذات بقى طب شرعي. دكتوره طب شرعي، مختاره مجال دقيق جدا. هو ده. ما هي دي فايده القرايه، انك بتخليك تحددي هدفك. انا فرحانه بيكوا جدا جدا، فخوره بيكوا جدا، ويا رب كده نشوف مسرحياتكوا دي على مسارح. نتمنى. من مسارح المهمه ان هم تتم انها يعني تجسيدها وانها تنفذها. انا فعلا ببدا كده في البيت، كنت بعملها المسارح دي لأشراقت عندي اختي دي. انت بتعمل لها مسرحيه في البيت؟ ما انا بقول لكم القصه دي كنت بحولها لمسرحيه عشان برضو اعلمها ايه الصبر. انت كمان بتعلم اختك دي؟ عندها كام سنه؟ عندها 6 سنين. يبقى انت مسؤول عنها اهو. ايوه وبعلمها وكنت بحفظها برضو بشويه مسرحيات كده، اللي بيحفظ يدخل الجنه، واللي ما بيحفظش ساعات بيروح النار. لو برافو عمل عليك. سيئات حاجات كده بعلمها بالمسرحيات، وبرضو يعني الشتايم شايفين الكاتب. بص انا عايزه اقول لكم ايه بقى، اللي بيقرا، انا الاول هشكركم، بشكرك يا ايوان، تحيه ليك بالرغم من صغر سنك ولكن موهبتك يعني طافيه. بشكرك يا احمد، بشكرك يا علي، بشكرك يا شمس. شايفين الولاد اللي بتقرا؟ اشكرك اشكرك. الفكره ما جاتش مني انا نفسي حبيبي، يعني فكره الساعه والحاجات. بصوا دي بصوا ده اللي بيقرا اهو، بيرغي ازاي، بيبقى عنده ثقه بنفسه ازاي، بيتكلم ازاي. بالنسبه لي يعني انا بشكركم كتير جدا جدا، والحقيقه من اهم الجوائز اللي اتعملت الحقيقه في الفتره الاخيره في الجمهورية الجديدة. يعني مبدع الصغير، جائزة دولة بتقام تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي. وبشكركم وألقاكم، يعني أترك اللقاء لزميلتي هبة ماهر، وأنا ألقاكم إن شاء الله بكرة السبت، إن شاء الله بكرة ألقاكم، وأسيبكم مع هبة ماهر. أشكركم. Go!
ان شاء الله تكون ال 11 يوم 11 ويكون الفوز حليف النادي الاهلي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربي. برحب بضيفي العزيز كابتن محمد نور نجم مصر والاتحاد السكندري ومدربه السابق. نورنا يا كوتش. اهلا بك يا هبه. صباح الخير. اهلا بحضرتك. وكيف تقرا لقاء الاياب في ضوء مباراه الذهاب؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هو مفيش شك طبعا ان المباراه هتبقى صعبه وصعبه جدا على الفرقتين مش على النادي الاهلي بس. ويمكن لغايه قبل اخر خمس دقائق من المباراه الاولى الدنيا كانت كويسه جدا والاهلي كان كسبان 2-0 وصعب جدا ان يدخل هناك فيه جونين او حاجه كده. لكن الجول اللي سجلوه الوداد في التوقيت ده بالتحديد بالكيفيه اللي حصلت دي صدرت مشكله كبيره جدا جدا مش بس لعيبه النادي الاهلي ومجلس ادارته والجماهير والمصر كلها. الاخطاء الدفاعيه مش ما ينفعش اقول الساذجه لان طبعا فرقه بحجم النادي الاهلي ما ينفعش انها تعمل الاخطاء دي، لكن في حاجات صغيره جدا جدا بتحصل في التدريب اللاعب المفروض يركز فيها كويس قوي خلال المباراه عشان ما يصدرش من خلالها مشكله للفرقه. أيوة. في حاجات لو يعني لو في مجال ان انا اتكلم في الشق الفني في الكره اللي علي معلول طلعها اللي جا منها الجول دي. الواضح الطبيعي طبعا علي معلول خبراته كبيره جدا ولاعيب من افضل اللعيبه الاجانب اللي موجودين في مصر في الوقت الحالي. المفروض ان انا في المكان اللي انا فيه ده لما باجي اطلع الكره ما بطلعهاش من جوه الملعب برجلي اليمين، لازم اطلعها من بره الملعب وبرجلي الشمال عشان لو راحت ما تبقاش في مجال عمق الملعب ويقدر يبقى فيه خطوره. دي نمره واحد. نمره اتنين ان خطوط النادي الاهلي خلال الفتره دي كانت متباعده جدا، يعني علي معلول لما لعب الكره مشت حوالي 25 ياردة وراحت للراجل، ولاعيبه وسط الملعب يمكن ديانج كان قريب ومروان عطيه شويه، حمدي فتحي كان يمكن بعيد شويه وبعدين ابتدى يتحرك. الكره لما حصلت واتلعبت والراجل فات من محمد عبد المنعم بقى محمد عبد المنعم بره اللعب وبقى علي معلول بره اللعب ومفيش غير هاني وديانج اللي موجودين جوه، وفي حوالي ثلاثة من لعيبه الوداد موجودين، يعني الكره لو ما راحتش للراجل ده وراحت لحد ثاني في اتنين فاضيين في ظهرهم. فالتمركز بتاع الشق الخط الدفاعي بالتحديد في التوقيت ده ان انت عايز تحافظ على ان فرقتك ما تستقبلش هدف، لان الهدف ده هيبقى له تاثير كبير جدا 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 في مباراه العوده. على فكره ان احنا انهينا المباراه، لا هي المباراه بتنتهي مع صفاره الحكم طبعًا. ما ينفعش بعدين ده الاهلي بتاع البلاس 90 يعني طبعا ما. طبعا فكان لازم يبقى فيه دقه اكتر جدا وده اللي هيخليني برضو اسال حضرتك السؤال ده فضل. انه هل تتوقع انه كولر قد يحدث بعض التغييرات على تشكيله ولا هيبتدي بنفس اوراقه؟ ما اعرفش، انا حاسس ان هو هيبدا بنفس التشكيل اللي هو بدا بيه لان اعتقد ان هو ده يمكن افضل تشكيل، يعني الثلاثه بتوع نص الملعب مروان عطيه وديانج وحمدي فتحي ما اعتقدش ان ممكن حد منهم يبقى مش موجود و... فرص السولية وقفشه عمرو السولية لا قفشه في البدايه هيبقى صعب جدا. عمرو السولية طبعا من اللعيبه الاقويه جدا في مركز وسط الملعب في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. لكن مروان عطيه وحمدي وديانج عاشوا التجربه الاولى واعتقد ان هم اقدر ان هم يبقوا موجودين. والشناوي الشناوي لازم يبقى موجود مع احترامي الكامل مصطفى شوير عمل مباراه هايله جدا جدا مع اعطائه بقى الثقه الماتش لا فيه. هو مصطفى شوير الحقيقه عمل مباراه هايله جدا. هو الولد عنده خبرات مش ما عندوش خبرات عاليه جدا لكن عنده مقومات ان هو ممكن يبقى حارس كويس جدا. أي. لكن المباراه الثانيه في المغرب في ظل وجود جمهور الوداد صحيح. محتاج خبرات عاليه جدا ومحتاج ثبات انفعالي كبير جدا جدا من كل لعيبه النادي الاهلي. فاعتقد ان وجود الشناوي في المباراه دي بالتحديد هيكون له عامل كبير جدا جدا ومصدر امان كبير لخط دفاع النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي ككل. طب كابتن نور الناس اختلفوا على اداء الوداد، هل الوداد يعتبر فريق ضعيف في رايك ولا فكره الاستراتيجي اللي لعب بيها فانتر بروك ده برضو دليل ذكاء ان هو بيلعب على المرتده بيحاول ان هو يسيطر في اوقات معينه من المباراه حتى لا يستنزف جهود فريقه؟ حلو جدا السؤال ده بحييكي عليه. اشكرك. في مدربين فنيين كتير جدا بيعمل سيناريو لنفسه قبل المباراه ما تبدا من خلال تحليل الاداء للفرقه المنافسه اللي هو هيلعبها. بيبقى دارس كويس جدا نقاط القوه ونقاط الضعف وهو عارف ان هيلاعب النادي الاهلي في استاد القاهره وكم الجمهور ده كله هيبقى موجود، فهو بيختار التوقيتات اللي يعمل فيها ايه يعملها امتى. يعني هو اخد قرار ان هو خلال الشوط الاول يامن دفاعاته بس بشكل كويس ويشتغل من نص ملعبه بس وما يروحش نص ملعب النادي الاهلي غير في اوقات قليله جدا في الهجمات المرتده السريعه.
وده برضه على فكره يا كابتن نور بدون قطع كلام حضرتك كانه ترجمه للتصريح اللي هو قاله قبل مباراه الذهاب، قال الماتش ده هتحسمه الفرديات. بالظبط، هو لعب على ده. بالظبط، هي الكوره لعبه جماعيه لكن بتقام من خلال افراد. وانا في التدريب انا بشتغل مع فرق فرديه ككل، بشتغل مع فرقه ككل، بشتغل مع كل خط من الخطوط، لكن في نفس الوقت لا يجب على المدرب انه لا يغفل الدور الفردي لكل لاعب على حسب المركز بتاعه. أيوة. فكل مركز له واجبات هجوميه ودفاعيه بتختلف عن المركز الثاني، فانت لازم تشغل اللعيب بشكل فردي في بعض الاحيان لانه بيبقى محتاج الكلام ده. ولازم اللعيب يبقى مركز قوي في الشغل ده عشان يبقى عنده القدره وقت المباراه انه ينفذ الكلام اللي موجود ده دلوقتي. فهو كان الراجل بيفكر ان هو خلال الشوط الاول يلعب بالفكر ده او بالاسلوب ده. كل الناس تخيلت ان ده اداء الوداد وان الشوط الثاني هيبقى كده. احنا اتفاجئنا مع بدايه الشوط الثاني ان الوضع مش كده. فاند بروك النهارده ولا امبارح في اخر تصريح ليك بيقول الاهلي هيجي مدافع. هو قال كمان ان فرقه النادي الاهلي فرقه قويه جدا، لكن هو برضه عايز يقول للناس في المغرب احنا عندنا الفرصه الكبيره ان احنا نقدر نكسب. النادي الاهلي عنده خبرات وفاز بالبطوله 10 مرات وكل حاجه، لكن احنا برضه عندنا فرصه وفرصه كبيره مواتيه لنا ان احنا ممكن نقدر نكسب. هل ده معناه برضه ان هو قاري النادي الاهلي او فكر كولر بطريقه خاطئه ان هو رايح عشان يدافع؟ لا، هو النادي الاهلي مش هيروح عشان يدافع. هو النادي الاهلي لازم يأمن دفاعاته وهو بيهاجم، لكن موضوع هجمات النادي الاهلي وبالتحديد في بدايه المباراه يمكن اول 10 دقائق ربع ساعه لازم تبقى متواجده وبكثافه عاليه مع تامين دفاعي وتوازن عالي جدا في الشق الدفاعي، ان لما الاهلي يفقد الكوره والاستخلاص يحصل من فرقه الوداد يبقى لازم النادي الاهلي يكون مأمن نفسه كويس جدا وقافل كل الثغرات اللي ممكن فرقه الوداد تتحرك منها من خلال الرؤيه بتاعه المباراه الاولى. وده برضه هيخلينا اسالك سؤال، في ضوء المباراه الاولى شايف ايه مفاتيح الفوز اللي عند الوداد اللي النادي الاهلي محتاج ان هو يعطلها حتى من البدايه يمنع الانطلاقات؟ يعني هو بينطلق من العلمود ويحيى بن عطيه. تمام. بتبتدي بناء الهجمه من عندهم الباكات. يحيى بن عطيه يمكن من اكتر الناس في فرقه المغرب اللي احنا شفناه في كاس العالم له تأثير، ويمكن هو الوحيد في فرقة المغرب كلها اللي مش محترف في أوروبا. هو الوحيد اللي بيلعب في المغرب، بيلعب في فرقة الوداد، لكن هو تأثيره كبير جدا في كيفية أداء أدواره الدفاعية والهجومية من مركز الباك ليفت. صحيح. في فرقة الوداد وفي المنتخب المغربي. لكن هم كمان عندهم جزئية تاني، إن هو بيعرف يعمل الهجمات المرتدة السريعة. أنا لما أقول هجمة مرتدة لازم أزود بعدها كلمة سريعة. صحيح. لأن أنواع الهجمات نوعين، هجمة مرتدة سريعة وده بيحصل لما بستخلص الكرة بعد الضغط على الفرقة التانية، ولما بستلم الكرة بيبقى عندي مساحات أشتغل فيها. لكن لو ما عنديش مساحات. حقيقة على شرحك الفني والله، ربنا يخليك، ميرسي جدا. لما أستلم الكرة لما بعد ما أستخلص عشان أبدأ الهجمة ما عنديش مساحات، يبقى الهجمة تحولت لهجمة منظمة. الهجمة المنظمة دي يعني في استحواذ في نص الملعب، يعني في استلام وفي تسليم وفي تحرك من غير كوره. لو اتعمل ده بشكل كويس في التلت الوسطاني هيوصلنا للتلت الاخراني لمنطقه انهاء الهجمه بكره عرضيه بقى باختراق من العمق بتسديد من بره. هما بيعرفوا يعملوا الكلام ده بشكل كويس، ولا نغفل ان هما عندهم زهير المترجي من العناصر المهمه جدا. بالزبط. حسوني. بالزبط. يعني لو قعدنا نعدد سامبو الفرود. لا، هم عندهم عناصر باشكال فرديه متميزه جدا. صحيح. وبيعرفوا الادوار الجماعيه يعملوها مع بعض بشكل كويس. يمكن لو الجون احنا شفناه من اول ما الكره اتقطعت واتحطت واتعملت من عند اوناجب واتحطت والراجل جاي من تحت وداس وطلع عبد المنعم ومعلول بره وعمل، هو كمان عمل حاجه مهمه جدا جدا يمكن في ناس كتير ما تاخدش بالها منها. مفروض اللاعب لما بيوصل لخط المرمى ما ينفعش يلعب الكره عرضيه. لان لو لعب الكره عرضيه هتروح في ايد حارس المرمى، فهو بيعملها بشكل قطري للخلف، وده بالظبط اللي حصل في الجول. حتى ديانج حاول يشيلها قبل ما توصل للراجل اللي جات له الكوره، لكن هي برضه خبطت في رجله وراحت للراجل ده. الغلبه لمن؟ هل لمن لديه دوافع اكثر؟ هل لمن لديه ثبات انفعالي اكثر؟ هل من يحمي الروح عاليه اكتر؟ هو الثبات الانفعالي هيبقى مطلوب بشكل كبير جدا، وبالتحديد لفرقه النادي الاهلي. الاعداد النفسي من الجهاز الفني لفرقه النادي الاهلي، هم عندهم خبرات كبيره جدا في ان هم يخوضوا مباريات زي دي، لكن الاعداد النفسي هيبقى مهم جدا جدا بشكل فردي وليس بشكل جماعي. لان طبعا اي مجتمع فيه مثلا هنتكلم في 10 15 واحد،
كل حاجة مختلفة عن كل واحد لوحده. في ناس بيبقى عندها هو بيعرف يعمل لنفسه إعداد نفسي كويس جدا، فده أنت حكيت هتبقى عارفه. اللاعب اللي مختلف عن ده والدوافع عنده بتبقى قليلة، وتبقى محتاجة منك دور إن أنت تعلي الدوافع عند اللاعب وتعده إعداد نفسي مظبوط، ده يكون بقدر والتاني يكون بقدر تاني، عشان لما توصلش لمرحلة الأوفر دوز فده هيعمل لك تأثير سلبي كبير جدا، وهيبقى هيأثر في أداء اللاعب. صحيح. نتمنى الفوز للنادي الأهلي يا رب، يا رب الفوز لمنتخب مصر أمام غينيا إن شاء الله في التصفيات الإفريقية. بالظبط. شايف قائمة فيتوريا من خلال الأسامي ومن خلال المستجدين في القائمة إزاي؟ والله أنا شايف تقريبا هو المجموعة اللي هو اختارها، أعتقد إن هم أفضل عناصر موجودين في الدوري وأفضل عناصر في المحترفين بره. الشكل اللي احنا ظهرنا بيه في بدايه التصفيات اتمنى ان هو ما يكونش موجود خالص، وبالتحديد في مباراه اثيوبيا. احنا فزنا على غينيا 1-0 هنا، واحنا متعادلين معاها في النقاط بالظبط 9-9. هو كل الموضوع مباراه غينيا ومباراه اثيوبيا الاخيره اللي هتبقى عندنا. المباراه اللي جايه دي عشان احنا متعادلين في النقاط زي ما حضرتك بتقولي كده، هيبقى لها عامل كبير جدا جدا فان مين اللي هيبقى في المركز الاول. بالزبط. لو احنا حضرتك بتتكلم حتى لما في الماراثون لما بيجي يجروا يقول لك ايه خلي بالك من الامطار الاخيره. ايوه بالظبط كده بالزبط. هو ما ينفعش ان انا افرق في البدايات وبعدين في الاخر يحصل لي مشكله فابدا اتقهقر ويبقى ترتيبي متاخر. ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا ولفيتوريا وكتبته كلها ان شاء الله من اللاعبين ومن المدربين ان شاء الله. الدوري شايف الصراع في القمه وفي القاع شكله عامل ازاي؟ الصراع طبعا في القاع دلوقتي يمكن عشان النادي الاهلي بلود يمكن فيه 10 مباريات ما لعبهاش، فيمكن الصراع في المقدمه محدش بيقدر يتكلم عليه دلوقتي الا لما الاهلي يبدا يوصل لعدد مباريات قريبه شويه من بيراميدز وفيوتشر والزمالك والناس اللي بعدهم. لكن النادي الاهلي فاضل له يمكن 10 ماتشات، وفي فرق عندها فاضل لها 4 ماتشات و3 ماتشات، فالموضوع مختلف ومحدش هيقدر يتكلم دلوقتي في صراع المقدمه في ظل وجود 10 مباريات مؤجله للنادي الاهلي. ايوه. فالصراع في المؤخره هو المشكله الكبيره جدا، صراع البقاء بالظبط كده خلال الفترات الاخيره والماتشات الاخيره. نعم. المشكله ان النتائج الفرق اللي تحت في التوقيت اللي احنا فيه ده في فرق نتائجها مساعداها زي فرقه طلائع الجيش في اخر مباراتين لما فازوا نقلوا نفسهم لاول مره يمكن بره نطاق الثلاث فرق اللي تحت، رغم ان هم متعادلين مع في عدد النقاط ال 32 نقطه. أيوة. لكن فرقه مثلا زي الاسماعيلي، فرقه زي اسوان، فرقه زي غزل المحله عندهم مشاكل وبدات ترتبهم. انت نشنت على الفرق الجماهيريه يا كابتن. ما بالظبط، ما هي دي اللي موجوده، هي دي اللي موجوده وهي دي اللي عندها المشاكل. المفروض النادي الجماهيري ده جماهيره تكون عامل مساعد بشكل كبير جدا ودافع جدا يعني دافع كبير جدا. اللعيبه اللي بتنزل الملعب دي بصراحه المفروض تبقى واخده شحنه اصلا ممتلئه كده وهي بتلعب. بص انا هقول لحضرتك على واقعه صغيره كده. هاي طبعا عايش الموضوع، انت ابن نادي الاتحاد فعارف مفعولهم ازاي. واحنا بنلعب احنا كنا بنلعب اي حد، اهلي زمالك اسماعيلي اسكو بلاستيك مصنع 36 اي حاجه. الملعب استاد اسكندريه ده ملفوف كله على اخره طبعا. الناس كانت بتروح وتقف في الشمس وتشتري التذكره عشان تخش عشان هي حابه تتفرج على الكلام. أيوه. ده كابتن شحت الاسكندراني ربنا يديله الصحه يا رب، يا رب. كان وقتها كابتن نادي الاتحاد وكابتن منتخب مصر وكابتن منتخب افريقيا من الرموز طبعا اللي بنعتز بيها. في وقت من الاوقات واحنا بنعمل الاحماء والله يا هبه لمينا كلنا على الجنب قريبين منه كده وقال لنا يا جماعه الناس اللي جايه وتعبانه دي كلها جايه تتفرج عليكم وتشجعكم، ما ينفعش تروح زعلانه. صح. خلاص ادالك بقى ال ازاي تقدر تشتغل عشان انت تكون سبب من اسباب ان انت تقدر تسعد الناس دي. مصبوع. فالانديه الجماهيريه لازم الجمهور ده يكون له دور ودور كبير جدا. وفي حاجه بالنسبه خاصه بالجماهير كمان بحب اتكلم فيها، الجمهور نوعين، نوع متفرج ونوع مشجع. المتفرج بيقعد يتفرج بس، لكن المشجع له دور في ان هو بيدخل جوه اللاعب ازاي يشتغل، وانا محتاج اكتر للجمهور في التوقيت اللي انا عندي قصور فيه. طبعا. انا خسران او متعادل او ما بقديش كويس. الدور الايجابي مش الدور السلبي، لانه ساعات المشجع بيعمل لود بالظبط كده. انا معاكي، انا معاكي في الجزئيه دي، لكن لو هو بيشجع بشكل ايجابي بيكون حافز كبير جدا جدا للاعب داخل المباراه ان هو يقدر. على فكره ساعات لما بيبقى سلبي بيبقى حافز برضه، بس مش لأنه كل اللاعب بيبقى خايف ينتقد.
ماشي، بس مش كل اللعيبه تبقى تقدر تشتغل وهي تحت ضغط. صح. في لعيبه بتقدر تشتغل وهي تحت ضغط، وفي لعيبه ما بتقدرش تشتغل وهي تحت ضغط. فلما الجمهور بيشجع اعتقد ان هو بيكون عامل ايجابي كبير جدا بالنسبه للاعب، انه يعمل اقصى جهد عنده يغير النتيجه. هختم بروشتة من كابتن نور، كيف نصل بمستوى الكره المصريه الى الافضل؟ قطاعات الناشئين لازم يكون فيه اهتمام كبير جدا جدا بقطاعات الناشئين وبمدرب قطاعات الناشئين. الرد جاهز وسريع وباقتناع وفعلا منتهى الاقتناع. لان المدرب اللي موجود في قطاعات الناشئين وفي البراعم لازم يكون عارف كويس قوي المقومات والخصائص اللي بيتميز بيها المرحله السنيه اللي هو بيشتغل بيها في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو خلال المرحله السنيه دي يعمل ايه للاعب، والاهم منه في المرحله السنيه دي ما يعملش ايه للاعب. كابتن محمد نور نجم مصر والاتحاد السكندري السابق ومدربه، بشكرك شكرا جزيلا، دايما ضيف عزيز علينا في 8 الصبح. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا. بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على طيب متابعه حلقه اليوم، نلتقيكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده. دمتم في امان الله، الى اللقاء.